السلام عليكم دكتور زهير حضرتك سامعني؟ هذا المجال اليوم محاضرتنا المحاضرتنا متميزه بعنوانها ومطيها المحاضره بعنوان الهويه المعماريه المعاصره للمعماري العالمي واحد اهم واحد اهم اعمده العماره العراقي والعربيه المعاصره المعماري الكبير معاذ الالوسي الاستاذ المعماري معالي الالوسي غني عن التعريف ولكن لا بد من تذكير الحضور ببعض المعلومات عنه واهم مشاريعه. هو كاتب ومؤلف ومعماري وفنان تشكيلي عراقي ولد في عام 1938 في العاصمه العراقيه بغداد واكمل دراسته الثانويه فيها تحديدا في عام 1955 بعد ذلك درس الالوسي العماره في جامعه الشرق الاوسط في مدينه انقره التركيه وحصل منها على درجة البكالوريوس في الهندسه المعماريه في عام 1960. بعد ذلك بعام عاد إلى بغداد بعد عدة جولات عمل استكشافية في أوروبا وانضم إلى ورشة الحداثة المعمارية والثقافية التي أنشأها والتي تحديدا مكتب الاستشاري العراقي. حصل بعد بعدها بثلاث سنوات على شهادة دراسات العليا ورشة من الجام من الجمعية المعمارية في لندن المعروفة بـ AA Architectural Association تحديدا عام 1964. في عام 1974 أسس المكتب الاستشاري الآلوسي ومشاركوه في بغداد ونماسول في قبرص من أهم أعماله البنك العربي في مسقط والسفارة القطرية في عمان والسفارة الكويتية في البحرين ومبنى كمال حمزة في الخرطوم كل هذا في سبعينيات القرن الماضي ومركز الدراسات المصرفية في الكويت العاصمة عام 1980 شارك في مسابقة مشروع مسجد الدولة الكبير في بغداد عام 1982 وفي نفس العام مركز صلاله الثقافي في عمان. صمم العديد من المنازل وأمها المنزل المعروف بالقراعات في, في بغداد المعروف بالبيت المكعب في عام 1985 ومبنى آية في بغداد عام 1990 والذي يعد من أهم تجارب عمارة ما بعد الحداثة في العراق نشر دراسات عديدة وألف كتب منها يوميات وصفية لمعمار عربي ونوستوس حكاية شارع في بغداد الذي عرض فيه مشروعه المعماري الكبير شارع حيفا وسط بغداد وتوبوس حكاية زمان ومكان الذي صدر في عمان في عمان عذرا عام 2017 ودرومات حكاية مهنة وساهم في العديد من المشورات والدوريات حول البيوت التراثية في بغداد والعمارة الإسلامية والعراقية وهو عضو في جمعية المهندسين المعماريين العراقيين ونقابة المهندسين العراقيين يمارس الآلوسي الفن التشكيلي والتصوير واشترك في معرض تشكيلي على علاقات متحف الفن الحديث في بغداد عام 1966 وفي معرض قلب كونتاكت في بيروت عام 1970 أقام معرض شخصي لإنتاجاته التشكيلية في فولي بلانو في أثينا في اليونان في عام 1978 وحدة معارض في الفترة بين 1961 والحد الآن تشرفت أؤكد تشرفت جائزة التميز بأن يكون أحد الحاصلين عليها وتحديدا جائزة التميز للإنجاز المعماري مدى الحياة في عام 2018 وهي جائزة أطلقت في 2014 ضمن برنامج جائزة التميز وتهدف للاحتفاء بأفضل منتجات العمارة العراقية. فباسم بما وباسم مؤسسة المهندس عمر شريف واسم الحاضرين واسمي نرحب بالأستاذ المعماري الكبير الأستاذ معاذ الألف تفضل أستاذ مرحبا أخوان. أه <applause> أهلاً <applause> <applause> اليوم راح أ... أحاول أنه أخاطب أخواني العرب أكثر من العراقيين لأن العراقيين آه سامعيني كثير ولو في أشياء جديدة آه اكتشفتها بعد أن كان اللقاء مع أركين اللي طول ساعات أنه في غموض في كلامي كثير وفي له شوية آه قليلا من الإطناب ال... 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 نوع من التحليل فأهم شيء أنا العنوان كنت شاك فيه ولذلك شاك فيه لأنه الهوية حسب ما كنا نتكلم بيناتنا إحنا أخواننا جماعة لبنان وبيروت حبيب صادق محمد الأحسن وجماعة أنه الحريه الهويه معناها شموليه معناها اوسع بس احنا نحاول على تصرف مجموعه من الناس في مكان معين محل معين وخاصه احنا نحكي بالمكان اللي احنا نقيم فيه وما حواليه الشرق الاوسط اللي هو كثير مهم من الاشتراك في البيئه وكثير من العادات والتقاليد على كل فلازلت انا شاك بالهذا اي ف اروح الى اكثر من الهويه الى بلاغه العماره في المنطقه العجيب والموقف اللي انا مصر عليه منذ بدايه العماره او حتى خلال دراستي نوع دراستي هي هذا النوع اللي مصر عليه انه هناك بلاغه تخاطب في بعض النتاج المعماري العجيب أنه في 1913 توفى عالم فيلسوف في علم السيميولوجي في علم الإشارات في علم البلاغة في الكتابة فقط واعتمد كثير على الكتابة اللي فيها نوع المشارات والإيحاءات واللي تؤشر ولذلك سميوتيك سماه و في نهاية القرن العشرين كان اللغويين أكثرهم بلشوا أو بدأوا يؤشروا خلال كتاباتهم وأهم واحد منهم بالحقيقة كان أمبرتو إيكو في The Name of the Rose إشارات هذا وإيماءات نحن في في ذاك في في 1984 كتبت مقاله اللي اسمها الإيحاء إيحاءات وإيماءات العمارة الإسلامية العربية وفي التسعين البلاغة الصورية كتبتها مقالة ثانية الصر إنه في عماراتنا التركة اللي أنا ما أسميها موروث أو المو... يعني وراثة ورث مثل ما ي... ال... 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 الراحل يترك تركة لأولاده التركة اللي موجودة اللي عندنا فيها إشارات فيها نوع من الإيماءات والإيحاءات هنا هذا معنى اللغة أو خلي هنا أسميها الهوية اللغة المعمارية اللي متواصلة معنا اللي هي نتاج مجموعه تعيش في مكان له مقوماته حتى ولو كان فضاء مجموعه مجتمع له تقاليده الى بيئته الى تاريخه الى جذوره ايوه فهذه نتج عنها نوع من التخاطب لذا أنا أعتقد أنه في العمارة، ممكن إحنا نستعمل هذه اللغة والإشارات، إذا عرفنا ما هي الإشارات. المشكلة، أعتقد دراسة قليل من الدراسات، اللي توصلت الى معنى ومسببات الاشارات هذه آه، تمام في كثير من المعمارين يقول لك انا اشتغل على آه، موروث واستلهم الموروث بس من يستلهم الموروث اي معماري وينظر من نظره سطحيه بدون ان يتدرج بأسباب وجود هذا الموروث وليش وصل إلى هذا وفي كثير من الغثيث من هذا الموروث ما مستعدين إحنا نعيده فالدراسة يجب أن تكون معمقة أسبابها ما هي العناصر التي تلهم والذي كونت هذه التركة الأهم هذه العناصر كثير من العناصر اللي حاولت أتعمق بها أنه عمرها آلاف السنين يعني خاصة عندنا بالعراق وفي مصر أكيد وفي المنطقة كلها المنطقة كلها من اليمن إلى فيها أستاتيك فاليوز أقول قيم جمالية من قبل التاريخ حتى في العراق 4000 سنة قبل الميلاد قيم جماليه متوارثه متروكه الى اليوم تتواصل الى اليوم من يد ليد وخاصه في العماره والبناء. في هذه التركه هي اللي عملت عماره اليوم في بغداد او في القاهره او في دمشق او في مناطق كل المنطقه هذه راح أعللها انا بعدين بمجموعه من الشرائح اللي انا لام ومصور قسم منها كثير والإجابة وسببها طبعا هذا الموقف اللي انا متخذه من إن انا كوني معماري مبتدئ الى يومنا هذا موقف واحد وكل ما دا تقدم بالعمر دا اشوف انه كان موقف بالنسبة الى اعتقادي انه صحيح قد يكون مخطئاني لأنه اكو انا روي ورايا بالسلايدات انه الطرف الاخر من العصا كيف انه الفرق هائل بين مدرستين آه اللي انا اعتقد واحده من الاسباب اللي التلوث اللي دا يصير في مدننا وترك ما مقومات شخصيتنا آه عدم تدريس الطلاب ولا تعويد الطلاب على معرفة كيفية النظر أقول كيفية الاستيعاب كيفية التواصل مع ما هو حوله من بيئة معمارية وبيئة حضارية متحضرة متمدنة كيف وصل إلى هذا المستوى عمل الأجداد آه واقترح انه خلال البيسك ديزاين ودراسه هذا نضع نضع مهم كمفرد ومتأصل انه آه يروح يبدي مثل ما يتعلم الملمس ويتعلم البروبوشن ويتعلم المقياس ويتعلم الدراسة والمقومات المعمارية العناصر التصميم يتألم كيف أنه يرى تركته ليس كنتاج معماري وإنما كفارسة يعرف هذا اللي موجود والسبب وشيء ثاني المهم جداً انه على مر الزمن نحن عندنا لغه حتى باللغه الشعر والعربيه تختلف عن هذا فهنالك تعاريف ومعاني نحن نراها بصوره مختلفه عن الاخر هذا التفرق هذا النوع من ال الفروق اللي موجوده بين مثلا المكان في تعريف الجرجاني يقول هو البطانه او الشيء هو مزاحه من له في الفهرسه اي انه حدث يزيح موقع هذه التعاريف اذا التلميذ يتعلمها بالتاكيد من يبدي يحكي على المكان وفي باله انه المكان في موقع في بيئته هذه هذا معناه ومع العلم يعني الفلاسفه الاخرين مثل باشلار وغيره بعدين عرفوا انهم حواس حتى الفضاء له هذا احنا بالنسبه ان الحواس وهذه الاشارات موجوده في المكان يعطينا اشارات كنت اقول انه الاشارات في المكان عندنا قوية جدا إيماءات يعني مثلا ايا صوفيا كنيسة لب المسيحية في في تصميمها يحط لها أربع تصاميم مدورة كبيرة الله محمد والخلفاء الراشدين تتبدل إلى جامعة مبنى مبنى أنا أذكر مثلا في الكتاب في 1937 صدر حول الخيضر كانوا في جدل أنه الخيضر هذا حيرة أو الـ 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 النبط او الاسلام محمود شكري لوسي قال هذا اسلامي والسبب انه شاف في محراب موجه نحو الكعبه خلاص اشاره هذا الايماء هذه الايحاءات اللي موجوده هي لغتنا ف راح اجي انا هلا المهم انه العالم كله ترى كل ما عندهم لغات يعني انت هسه اليوم الحديث العماره الايطاليه حتى الحديثه منها تقول لك هذا بناء ايطالي الدروسي كراتسي سكاربا ذول كلهم معمارين ايطاليين اشغالهم معروفه انه ايطالي ونفس الشيء الالمان عندك اونغار وكران وهذول كلهم عمارتهم المانيه حتى اذا اخذنا مثال غروبيس لما كان بالباوهاوس الماني الماني, ألماني وعممها على الحداثه ففي لغات موجوده معماريه فلماذا احنا بهذا التاريخ العربي هذا التاريخ الهائل البيئة الفريدة خل أقولها حتى صحرانا فريدة حتى صحرانا ليش ما لغة اللي نفقدها نهائيا بأسباب عديدة مثل ما فقدناها اللغة أبدا في 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 دا 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 إكسبو دبي أصلا ما في بناء اللي يحكي لغتنا أبداً ابدا ما في على كل فهلا راح أ... نبلش أ... أ... احاول أ... ما بعرف ده يجيك الصور اذا موجود نعم استاذنا موجوده موجوده؟ نعم استاذ يعني الظهر بس مو اه اه اوكي اه بس دقيقه هذه كيف, كيف اعملها؟ مضبوطة ها؟ يعني موجود نعم موجود الآن يعني ظهرت شاشة كاملة أوكي 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 الآن الآن فل نعم أوكي فرح راح اورجيكم انه هذه الاستاتيك فاليوز القيم الجماليه اللي موجوده آه، تخصنا هي تبعنا آه... يعني انا اعتبرها تعرفني انا اذا اجي اشتغلها بالعماره واقدر استغلها واقدر أستلمها واقدر اقول هذا فلان من فلان بلد من فلان حضاره من فلان تاريخ ف تصوروا هذا بليت عمره 3000 آلاف قبل الميلاد، من منطقة في الورقة في اور، حتى الرسم والفتحات الأبواب وال حتى إذا ندخل إلى التصميم نفسه والفناء اللي موجود فيه، تصوروا في هذا عمره خمسة آلاف سنة او حتى 6000 سنه هذا البليت على طابوق على مواد محليه مرسوم كانه بتي سكوير وقياس مضبوط هذا بيت دار بالعبيد 4000 سنه بالضبط قبل الميلاد، شوفوا الحوش شوفوا الفناء الداخلي، الفناء الداخلي اللي اثر قبل 4000 سنه ان اليوم في قبرص يسموه حولي مثل ما يسموه الاتراك حولي وحتى في ايران في المنطقه كلها لا زال موجود انا شخصيا عامل يمكن فد 400 دار قلما عامل دار خاصه في بغداد والعراق من دون هذا الحولي وسأورجيكم أنه كيف الأبروتش اللي الأبروتش تبعي للحولي ما يؤلمني جدا العفو ما يؤلمني جدا هذه استمرت العفو هذا هذه استمرت هذه ابنيه عباسيه ورسم عباسي بالعراق صور هذا النسب والجولدن سكشن وكيفيه بناء الابنيه هذا المخطط الفوق هو مخطط المستنصريه والمخطط الثاني الواجهه المستنصريه كيف تناسق الاقواس ورسم الاقواس ذو القوسين الـ 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 الوترين الـ الـ الوترين نصف الوترين وحتى قصر الخضر انا رحت عليه وحاولت ايجاد النسب تبعه بالضبط هو ما على النسب الذهبيه على الجولدن اللي اخذت في في النهايه واستعملوا لوكوربوزي وغيره وغيره والايطاليين والتاريخ كله ف خذني هذا ضمن المقاله انا كاتبها في الثمانيات على فيتشر عراقي موجود في ابنيتنا وهو نقاط... نقاط الارتكاز. اكثر ابنيتنا فيها نقاط الارتكاز هنا في بلان المستنصريه فيها نقطه ارتكاز وهو ال... 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 بركه الماء ال... الشذروان احنا مثل ما نسميه. أي الفاونتن أي النافوره اللي من بين هنا بالمخطط هذا المخطط والقياسات عملوه مجموعة من الألمان أقاموا في المستنصرية ووجدوا كل النسب والموديولر والموديول تبع المستنصرية عندهم فد دوكيمنت هائلة أعطاني نسخة منها موجودة عندي ونفس الشيء في رسوم الواسطة البغدادية نقاط الارتكاز ردت أجد أنا أين نقاط الارتكاز في رسوم الواسطة صور ال 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 كيفية ال الزرع ينتهي جميعا من نقط الارتكاز، العيون كل العيون تجي في خط واحد عجيب يعني في شغلة فهذا هو هذا هذا موروثنا اذا اليوم في بغداد في بغداد وأرجوكم انا شو موجود في بغداد اليوم في بغداد مخطط يباع في الفيسبوك والتويتر لبناء دور، هذه عمارة العراق اليوم، شوفوها يؤلم يؤلم حقيقة هذا الثاني هذا أنا ما من الفيسبوك يعلن أنه نحن مستعدين إلى عمل دور وخرائط لدور سكن وإجابة آخر قال رويني الاليفيشن حتى هذا عراق اليوم هذا عراق اخر نفس الشيء ذات الشيء هذا هسه تشوفون الاعمال اللي سبقت وتاريخ العراق المعماري هذه دار حديثه اليوم دا تنبني بعدها جديده هذه عندهم استاتيك فاليوز تبعهم استاتيك لا بولوشن فاليو هذا السلالم مثلا مست والدرابزين هذا مست اي الاعمده طلعت الطابقين وال آه آه هذه دائره حكوميه يا اخوان دائره حكوميه في النجف الاشرف في مقام الامام علي صوروا هذه عماره في مدينه الامام علي في النجف الاشرف والمصيبه الاخرى يعني دائرة إنه حكومية أوكي يستعمل القرميد في سبيل التخلص من الثلوج والأمطار الغزيرة في وسط صحراء العراق تصور النجم يمكن حتى للغبار لأنه أتذكر فراي أوتوم. صاحب الخيم من قابلته في شتوتغارت. مشكلته كان مع الخيمه اللي موجوده بعشر كيلومترات من مكه اوتيل انتر لا اعتقد هو عملها خيمه كان خوفه من تراكم ال الغبار والرمال واثقالها تكون عاليه مثل اثقال الثلج فالظاهر هذا ما يقول لك حتى يتخلص من الثلج من البلاست نجي على قيمنا اليوم نتشارك جميعنا في المنطقه بنسيج مدننا النسيج المديني يعني حتى بيروت من طلعنا الى ارتفاعات تختلف عن يعني هذه الارتفاعات النسيج بل بقى محور الى هسه اورجيكم كيف يتهور النسيج فهذا نسيج 3000 سنه قبل الميلاد وهذا مخطط مدينه اورد تصوروا هذا المخطط بس راح مخطط اخر. هذه مدينتان عراقيتان. واحده في عانه في اقصى الغربيه على الفرات. والماده حجر. وأورجيكم شيء راح يتكرر في كل بناء. و في الكرخ في وسط بغداد مركز بغداد هذا نسيج الكرخ اللي أنا اشتغلت على التخطيط العمراني فيه بالطابوق الماتيريال تختلف بس كالبنيان المرصوص يشد بعضهم بعضا الاكسايتمنت اللي موجوده من زقاق الى شارع الى فناء الى ساحه والكل الكل يشتركون في شرح اجي عليه مره ثانيه بس لاحظوا النخله النخله موجوده في في غرب العراق وفي بغداد وفي البصره هي ام النخل فهذا النسيج العمراني في مدننا متشابه ويروح الى مناطق كثيره يعني حقيقه ألف وتسعمية وعشرين وثلاثين بغداد القديمة في وسطها صعب السكن، فتوجهوا نحو الشمال نحو الأعظمية مجاور دجلة تقريبا مدينة كبيرة دور كلها جديدة. الفناء الداخلي سقف الى درجه انه عملوا فناء مسقف بس الباحه الوسطيه موجوده هذا النسيج حديث في بغداد لا زال الروح والتراكم موجود لانه البيئه واحده، اللغه واحده، الشعب واحد، المجموع اللي عايش في هذا المكان تصرفه واحد، تصوروا هذه في بدايه القرن او في بالعشرينات انا اعتقد تخطيط انجليزي كان لانه ال government architect كان من الحمله الانجليزيه ف... خططوا هذه ومن حسن حظنا انهم معمارين جيدين لانه جو من الهند ما جو من دائره الاستعمارات البريطانيه انتم لاحظوا انتم لاحظوا طريقه الشوارع والازقه بيناتها آه ذات الكونسيبت انه هالحنان السربرايزز موجوده كلها طابوق اجن ولو انه قسم منه بلاستر لانه دخل السمنت ودخل انواع وبعد هو هذا مو كونكريت كله كان بسيستم بس اورجيكم انا يعني استعملته الى اليوم استعملوه هو حديد واطواق يطوق الطابو اللي ما تستغربوا انه قيمنا على الرغم من اختلاف البيئه بس هذا نسيج مدينه قرطبه القديمه هذا احنا نقلناها واثرنا بالمنطقه بدال النخله صارت شجره عاديه وله هو عندهم نخل ما عندهم انا شفت اللي عندهم من اين جاء هذا النسيج؟ دورنا كلها تفتح الى الداخل هذا هذا دار, دار دار اسماعيل افندي زين ما بي ولا فتحه الى الخارج ما عدا المدخل ما تبدا تشوفوا ما ينشاف يمكن لا اي شلون اوجه الجهه ما يروح لا ما ي... ما ي... ما يفيد على كل في مدخل منا هذا المدخل الوحيد على الخارج والتهوية كلها من الجدران وفناء داخلي هذه الفتحة ما كل... النسيج اللي عمله هو الفتحة هذا بيت ثاء آخر هذا بيت خالي في بداية السبعينات القرن التاسع عشر أورجيكم هذا البيت هذه أنا الغرفة والد فيها هنا في هذه الغرفة هذه دار ولادتي هذا اه اه انا بالنسبه لي في مساماتي هسه اورجيكم انا هاو بعد ما افتهمت شنو الكورت ليش هذا الكورت سببه نوع العيش ماله اه 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 كيف استغليته كقيمه جماليه ها قد تكون مشابهه باي ذا واي انتم تفرجوا على هذا التبليط هو ذات الطابوقه وبنفس الطريقه معموله ها قبل 4000 سنه في اور ذات الطابوقه اللي احنا نسميها اليوم فرشي هذه فرشيه والبيت كله بالطابوق باي ذا واي كله بالطابوق هذا بيت ثاني شو الكورت آه. هذا لانه على النهر عنده شبابيك كاملة هسه اورجيكم في سلايد اخر مو ما له علاقة بالهاي هذه ابنية حديثة انا مصممها هذا الدار المكعب وهذا الحوش انا يعني اسميه الحوش لانه بالعراق العام بيسموه حوش آه وهذا في دار أخرى أربع بيوت تنسيق الأحواش تبعها آه. تنسيق الفناءات بيناتها مو واحد بل لاحظوا أنه كل الفعاليات هذا يعني دار هذا الدار الثاني هنا وهذا دار وهذا الدار, الدار المكعب وهذا الدار الرئيسي هذا فناء المكعب وهذا حديث عندهم هناك يعني قليل تلك السبيسز كلها مفتوحه نفس الشيء هذا السبيس واحد السبيس واحد لثلاث طوابق نجي على ورجتكم انه السقوف السقوف هذا سقوف طابق. رغم انه هذا البايلات بالنهر يعني كثير ادفانس انشائيا لكن تسقيف سهل جدا وهذا الأقواس انه ممكن نستعمل انسليشن نرجع على نقطه الارتكاز شوفوا هذه السكبتشر هذه منحوته مع الاسف فقدناها ب لانه الامريكان اعتقدوا تحتها او فيها اسلحه فضربوه بالاخمص فتتت فهذا نقط الارتكاز اللي رويت يا انا في الاخير موجوده نقط الارتكاز في هذا البيت نفس الوقت ف مسقف هذا الفناء مسقف بس راح اورجيكم افنيه اللي حديثه غير مسقفه عجبا ايه هذا الفناء هو هذا ذاته هذا الفناء غير مثقف هذا 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 بالضبط في قبرص تصوروا فناء اخر مفتوح هذا لانه تعرفون هذا التشجير يراد مفتوح هذا التخطيط الحرام هذا ماذا يبين ما اعرف آه شو حركه يمكن يتحرك ما ادري لا ما بيتحرك آه وزغر يمكن لا ما زغر على كل آه هذا فناء اخر حتى في ابنية كبيرة مثل مستشفى الوزيرية هذه كل غرف المرضى تفتح على هذا الفناء ما في داعي مرضى يكون مفتوحة على الشوارع وال. اكتشافي ابدا ولا اكتشافي هذه الورقة قصور مدينة الورقة وهذا الخاضر هذه الابنيه وتكرارها وحتى في الابنيه الكبيره ذات الحجم الكبير يكرر انا مكرره كثير في العماره ومن اجمل ما يكون هذا تصوروا انتم هذا اليوم اليوم هذا مثلا مبنى خلينا نقول كان سرايا السرايا اليوم يبنوا تو أربعين 40 طابق تصور الأربعين طابق خدمة مصاعد مع أنه هذا تتمشى من تمشي من كورت إلى كورت من زقاق إلى شارع إلى حديقة إلى فتحة التنوع اليومي مع أنه أنت يوميا أنت طالع مصعد وداخل كوريدور والأوجه يشوفها ذاتها يوميا، مع انه في بيئتنا نمط العيش اخر. من حسن حظنا جو جماعه من يشتغل بالعراق، انا اقولها دائما انه لا يسعه الا ان يتاثر حتى الفماله مثل ما يقولون. هذا شغل اجانب سكنوا العراق. المتحف البغدادي من تصميم وقتها اقتراح مسز بيل مس بيل اللي هي اسست الدوله العراقيه ونصبت الملك فيصل كملك العراق بعد تنصيب الملك فيصل الجوفرمنت اركتكت جونا مهندسين انجليز ميسن بنى جامعه ال البيت هذه اللي على اليسار ثم قبل ما بيجون الانجليز تصوروا انه هذا عمل قبل ما يحتلون الانجليز العراق عمل عثماني صراي صراي الحكومه نسميه القشله احنا الى اليوم يستعمل بجمال لا يصف هذا هذا هنا شارع المتنبي شارع الكتب ومنها سوق الصراي اسواق والمحكمة الشرعية هذه شغل عثماني تصوروا وهذا التور اللي موجود تصدح ساعة بغداد هذا شغل بيت لنج عثماني تصوروا هذا عمل بغدادي الى اليوم سمعت انه هذا وضعوا عليه الوكوبون شو هذا ايش عاملين الوكوبون غطوه و... مسؤول يقول أحسن حتى لا يتلفوا لا صلحوه مو قضية تلف ليش ما تصلحوه صلحوه واستعملوه و... و... دوروا إلى إلى مدرسة دوروا إلى جامعة أحسن ما تشوفون هذه الأبنية القبيحة الساكنين أنتم فيها هذه المستنصرية هذه المستنصرة رويتكم انه الجيومتري تبعها هذه كلها مدروسة حسب الجيومتري بالموجول اللي رويتكم اياه الالمان رويت. شوفوا تاثيرها على معمارين العراق هذا مسابقة فاز بها مكتب الاستشاري العراقي لمجلس الوزراء الحالي كان الحالي بعدين لانه بعد الحرب قصف وبقى على حاله وهذه مسابقه اخرى هذا ما نشوف ليش لا مسابقه اخرى تحت هذا ما اقدر اصغره شلون اصغره ما اعرف سكرين You are screen sharing, yes stop sharing، لا ما أقدر أصور، ما أعرف شلون، ما أعرف، على كلٍ ال elevation مقطوع، مقطوع، هذا مجلس الأمة الكويتي مسابقة فزنا بها تقريبا إحنا بس أعادوا أعادوا المسابقة مع الدنماركي قدس وربح هو القدس أقول له ستوب شيرينج وشير أجين بلكي يصير صغير ايوه يلا اي يمكن اصغر صار على كل لا اي اه هذا مجلس الامه شوفوا تاثير المستنصريه علينا ايه. ما ما بس الروح خلينا نقول ابدا كل نقل ما بي كل نقل ما بي بس الروح اللي موجوده فهم ما عامل الآخر هذا عندما فتحت يقول لك هذا القرن الثالث الهجري القرن الثالث الهجري هذه البنايه تصور هذا, هذا مثلاً. تصور التاثير الـ 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 يعني اقدر اقول بنفس الوقت مرقد الامام موسى الكاظم وهذا التاثير عليه تصور تصوروا هذا الافنيه والتكرار آه بالمناسبه التكرار آه فاليو غير مستحبه قيمه تصميميه غير مستحبه بالنسبه للحداثة يعني من احنا طلاب يقول لك شيء له هذا تكرار ليش تكرر او تماثليه ما يعجب بال او زخرفه هاي كلها ما تعجبه مع انه هذه هي مقوماتنا هذه هي الاستاتيك فاليوز تبعنا فهذا التأثير اللي موجود من هذه الافنيه ومن هذه الروح المعماريه التاريخيه تأثيرها على الحداثه على المعاصره العفو مش على الحداثه شوفوا هذا هذا المتحف اللي رويتكم اياه وهذه بنايه حكوميه اخرى النهج النهج واحد التأثيرات وحده اللغه نفسها الاشارات الاشارات يعني هذا حتى الغير الاركتكت من يشوف هذا المبنى الجواني يعتقد يربط بهذا المبنى الاخر من دون ما عرفت ليش وهذا هو المطلوب هذه المطلوب هي اللغه نتفاهم بها المستنصرية فيها أروقة وللاتصال بها لعب هائل بالضياء وبالهذا يأثر يأثر هذا اليوم هذا في شارع حيفا على اليمين وعلى اليسار في بناية في مسقط اللي فانكشنال معناتهم لهم دور كبير خاصة في الإمارات كمجرى هوائي والواجهة الأخرى هي على البحر على الخليج وهذا شارع حيفا اللي تواصل البشر بدال ما هو معمد في شارع الجمهورية وهناك مروق رواق قدام الأبنية يتواصل فيها نجي إلى القيمة الأخرى رويتكم أنت الطابوقة اللي هي أقول عراقية بصرف واللي استغرب انه ابعاد ذات الابعاد اللي موجوده في المانيا 24 سنتي هذا بابلي تصور انتم هذه بابل عظمتها سقطت 500 قبل الميلاد فمعنى سومريه 3000 سنه وذات الشيء هذا بناء عباسي موجود في بغداد بنفس المادة. تصوروا انتم هذه هذه الموتيفز اللي شغل بالطابور. ايه. وبنفس الوقت ذكروا هذا البناء اللي يبنى اليوم في بغداد. هذا ابن نفس البلد ونفس البيئة ونفس اللغة. هذا بيت أُمم حديث في بغداد. هذا بدا من ال... منذ دخول الانجليز 1917 الى اقول لك الى الخمسينات او الستينات الى ان رجعوا الاكثر هذه بيوت اعتياديه اسطوات بغداد يعملها بيت ابويا هذا اللي عملها هيك هذا بيت الحج والد واحد من المعمارين الاصدقاء غسان رؤوف توفى الله يرحمه صديقي جدا شوفوا السياج شو السياج النخله لا تنسون النخله باع النخله هسه نجي عليه النخله بس هذا الفناء سقف سقف بال بال مش الكونكريت سقف بال حديد والاقواس اللي ورجيتكم اياها اللي انا مستعملها وراح اورجيكم بيت مؤخرا انا مسويه الطابوق الطابوق لغه وتعتمد من محل لمحل هسه هذه هذا هذه الم... هاد... لغه الطابوق مع الاسف هذا من بين هذا بالاندلس وهذه في قاديش قاديش على البحر على الاطلنطي بعد ما نعبر جبل طارق في اسبانيا اخر مدينه قبل ما ندخل الى البرتغال هذا معمل سجاير كان مبني بالطابوق طابوق يشبه الطابوق العراقي وهذا في غرناطه غرناطه اللي شارع كامل هذا وعندك السوق وتستغربون هذا وين؟ هذا بناء بالطابوق في شنغهاي معمل اخر كان في شنغاء من اجمل ما يكون هذا المبنى انا مصوره كله في شنغاء مع انه العراقي هذا شوف الطابوق العراقي هذا عثماني هذا كان قصر الوالي العثماني اللي موجود بالكرخ اللي صار بعدين السفاره البريطانيه صوروا هذه بناء 1860 1870 العراقي هيك كان يبني وهذا في الكرخ شوفوا هذه الكتشر تبع الهواء المثلثة والمربعة المكعبة الطويلة هي نسميها احنا الباجة الباجة هي مداخن الحمامات من يحمو الحمام تاعي مداخل تطلع هذه مداخل الحمامات تختلف عن المثلثات اللي هي الاير كاتش البادجير احنا نسميه نخلة شو كل المنطقه بها نخل كل المناطق بها نخل الا النخله الاخرى الأدنى ادنى تختلف عندنا تختلف والسبب تنمو اكثر مما تهمل في البلاد الاخرى اللي اخذوها من العراق ما توصل هذه احنا ما نسميها نخله هذه العجم وانا حطيتها لهذا السبب نسميها عيطه والسبب انه انه عيطه لانه من توقع تعيط هي الصوت بالحقيقه نقول عيطه كانه ف رواتكم انتم النخله في كل نسيج موجود وما اذا كان في شمال العراق او في جنوب الشمال العراق الى منطقه دياله ما بتصعد اكثر من دياله ف في الغربيه وفي البصره او في بغداد هذه النخله موجوده وتلهم عن اللي جاءها الى انا ما كنت تلهمني من دون ان اعرف كيف تلهمني الى ان فانتوري فد واقف على الشط انا وياه في بيتي قال لي ما اي شيء انتم عامله هو من النقله ووقفنا انا وياه وسكتشنا سكتش عندنا على اسوي لكم شو هذه النقله مع الاسف هذا ما عم بيبين الاسف آه. ما بيبين هذا سودو نخله يعني يريد يرو يريد ينقل هذا في بيروت عمل هذا الكولوم اللي موجود والكابيتال هذا مع انه في بيت حديث عراقي في بيت عراقي هذه النخله شوفوها تلهم تلهم يعني حتى هذا المحجر ما ادري اورجيكم في بيت مع انه اليوم هذه نخلة اليوم هذه مدخل احدى مدن العراق هذه نخلة اليوم تصوروا الذوق الـ 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 الاسفاف الاسفاف في نقل الموروث هذا تبع بنتوري قال لي ما حتى المقرنص ها هو من النخلة انا هذه محاوله الى مشروع استلهام النخلة تصور هذه النخلة من دون ان تشعر يعني ايه ليش انا اقول ما نروح للكمبيوتر لانه هالحس هالعواطف هالشاعريه اللي موجوده بينك وبين القلم وبالعماره والشعور مفقود هذا بيت خالي شوف النخله هنا ورويتكم إياها في الموسى الكاظم كله نخل يعني حتى المحجر هنا من بين كله نخل كله استلهام النخلة أنا ما أعرف أستعمل هذا الزوم كان كبرت لكم إياه هذا, هذا استعمال الحديث الـ الـ هذا حديث ونصف قوس طابوق ما يحتاج هذا البيت ولا متر مكعب او قدم مكعب كونكريت مبني 1966 طابوق عراقي ماتيريال عراقيه معاصر مخطط ب ما لا سمى المخطط هنا. آه بنسب معينة موديول هذه كلها موديول 19 موديول 19 موديول يسوي 21 يسوي 20 متر هذا النخلة بالنسبة لنا النخلة بالنسبة لنا هذه شو هذا ما مدى تبين هنا هذا شلون نقدر نخلص منه هذا ما اعرف اي ايه ايه هذه يعني النخلة هنا بين و... وهذا مبنى حديث المقطع نرجع لكل كل ال آه. التكرار اللي موجود في النقله في ال... 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 الامام الكاظم أروقة المستنصرية ورجيتكم إياها في هذا مبنى حديث في مسقط بعد هذا انتخب من مئة مونيمنت في القرن العشرين بناء بالشرق الأوسط إحنا اليوم نبني هذه الأبنية هذا نبني الأبنية تعرفوا هاي شو مكتبة في بغداد مقترح مكتبه لبغداد تصوره وهذا مول طبعا اول مول راح يتلف كل عماره العراق وكل مول مول الاردن صار بها خمسين مول وبيروت المول هذه اخواني البيروتيه المعماريين زملائي احب يسموها الحوت لانه على البحر خان انطون اللي كان من اجمل ابنيه بيروت هلا احنا استعارينا منه تعرفون هاي شو هذا الخوارزميات الجديده ولا لا هذه عين الذبابه مكبره استلهمنا عين الذبابه احنا وبنينا بنايه او طنطل عندنا الفيبرز العراقيه اللي موجوده عندنا واحد يطخ بالسماء اسمه طنطل فعندنا طنطل موجود في من اجمل لوفه للنهر دجله اجمل لوفه صور صوروا آه. بعد هذا مليون دولار راح يكلف هذا بنية جديدة أنا هذه مستشفى ورجيتكم الفناء الداخلي تبع المستشفى بالطابوق هذا بناية إيا اللي ذكرها أخي بالتسعة وثمانين تكرار السبيس الفناءاتها كل هذا في شارع حيفا هذه اسواق في شارع حيفا كلها اسواق في شارع حيفا هذا دار هذا الفناء تبعه مع الاسف ما مصور الفناء تبعه بالضبط هو فناء قديم بحيث انه يتدرج ويصعد الى فوق هذه فيتشرز كلها موجوده محليه ماخوذه منها اعتقد خلصنا يمكن اي خلصت شكرا جزيلا اخواني آه. اذا عندكم هذا آه احكي لكم انا السري السقطي في بغداد واحد من الفلاسفه كان ما يعطي يتكلم الا واحد يساله فانا فضل تسالوني اي شيء تردون سالوني وانا اجاوبكم احسن شيء ايوه اشكركم ان شاء الله شكرا جزيلا استاذنا العزيز يعني حقيقه آه. المحاضره جدا ممتعه رجعتنا الى يعني الحنين الى الاماره العراقيه ب... ب... ان شاء الله إنه ما يعني ما, ما بها احباط شويه بس انا محبط خلي احبط احبط اخواني العراقيين أ... يعني اكيد هو, ال... هو الامر يعني مو مو فقط محبط لك محبط للجميع يعني وجود اكيد الكثير من المحاور المختلفه التوجهات الان المختلفه نظريات مختلفه فما عرف نترك ال... ال... يعني الاسئله لل اقوى اكيد يعني عندنا اكثر من ستين من الحضور يعني واحده من المحاضرات اللي امتازت يعني تواجد الكثير من المعماريين فاذا اكو سؤال تحبون انه ترفعون الايد رايز هاند موجود او تكتبوا بالشات بوكس ما أعرف إذا أكو أسئلة ما أكو أسئلة يمكن خل نقول وورم أب ونخليهم أستاذنا أه، العزيز يعني إحنا خلينا نفرض حاليا في الوقت الحالي عندنا التعليم المعماري موجود والآن التكنولوجيا الرقمية والحنين إلى إلى الماضي والكثير من العناصر المختلفة والاستدامة وغيرها أه، الآن يعني خلينا نقول ما هو نصيحتكم للتدريسيين وللطالب. آه بالحقيقه انا ما مو ما ضد هذا ما اطلبه دائما من الطلاب اكثر الطلاب ما أطلب اريدهم انه يفكر قبل ما يشتغل يفكر يعني مو يترك اموره كلها الى الحاسوب انا مشتغل بالحاسوب من 78 بنيويورك. يعني من الناس اللي واشتغل الحاسوب أداة لكن ما خليه يفكر عني ابدا لا اخلي يجردني من شاعريتي ومن عواطفي ومن هويتي من انا الحاسوب بيعرفني يعرفني من انا ولا الحاسوب راح يصير لحمي ودمي انا اريد الواحد يعرف نفسه يثق بحاله يثق بموروثه يثق بتركته حتى يدخل و... ويتواصل مع الجميع يتواصل مع بيته يتواصل مع المجتمع اللي موجود به هو ما في حدا يفهمه و... يعني هسه ورجعتكم انا ايش يصير هذا غريب غريب يعني لغه غريبه او لا لغه مثل ما هذه لا لغة لا بها إشارات لا بها فهم لا بها علم لا بها أي شيء وبعدين هذه اللغات خلال شهر ما يتحول بأي يبزع لأنه ما في استيموليت ما يبقي أنه دائما على مر الزمن ويتعتق ويخاطبه ويحاكيه ويكتشفه هذه كلها هذه السبب هذا اللي اريد يفك هذه سبب اللغه هذه هو سبب اللغه انه يبقى يخاطب اللاواعي منه غير ال... ال... الواعي مشكلة فمشكله عندنا مشكله كبيره والتدريس ما يتزعلون اصدقائي وزملائي يقول هوايه تحكي علينا انت بالتدريس مو انتم مش انتم هو ال... البيئة كلها لا تستعد إلى إيه أول شيء أول شيء أهم شيء أنه إحنا نعلم أنه يشك أنت حتى تبدي تبدأ لازم أي شيء ما يقيدك حر في فكرك في تفكيرك في إحنا ما نقدر نكون أحرار أبدا ما نكون أحرار ما في كل شيء وكل المنطقة لا تقول لي أكو في بلد حر بيروت كانت بها شويه من التحرر شو شو عملوا فيها؟ ما احنا آه. كليتنا في كل المنطقه صعبه ولذلك التدريس في بيروت حسب ما اكتشفت التدريس في لبنان احسن من اي محل اخر بس بعده متاخر كثير بالنسبه الى التدريس في المانيا وفي نيويورك وفي خاصه أن امريكا التدريس وصل الى مرحله واحنا ما دام نستفاد من الموروث يعني اجيب لك مثل رود آيلاند سكول أوف ديزاين الطالب مجبر يروح سنة يتفرغ يقدر يتفرغ في إيطاليا روما أو حتى يشوف الكلاسيكس حتى يشوف الأصل لأنه يعني ما في إحنا كم طالب يتأخر هو رايح إلى أور أو رايح إلى نمرود ما في كم طالب يتأخر من عندنا يتخرج حتى في العراق رايح الى الاهرام او رايح الى ما بعرف وين ما في ما بيعرف عنجر وين ما بيعرف ما يعرف شنو هذه كلها كنوز كنوز اللي تربي ترعرع البشر واحنا غافلين عليها كليتنا ما بيصير فما انا ما ابدا الوم الاساتذه الجو كله الكل الجو ما لا يساعد على وهذا عبد الله حسان كامل استاذ الكل هو كان يدرس السيفل في جامعه بغداد قبل ما تصير جامعه وقبل ما تصير فرع هندسه المعماري الوحيد هو خريج هارفارد اول سنه بعد هذا واول دوره اقترح انه نسد المدرسه ونبعث طلابنا برا لانه ما ممكن ندرس هون صور هذا بدنا نحكي احنا بال 62 63 اقتراحه ذاك الوقت ايش قد احنا تراجعنا ثقافيا وحضاريا من 62 الى اليوم واحنا بعدنا ندرس عماره وانتشرت مثل الهشيم النار بالهشيم ما يعني 30 40 كلية عمارة و... والربح التجاري يعني هنا أنا في نقصية كنت أشارك في جامعة طلاب العمارة أخذ صفين الخامس والرابع أستغرب يعني دولة كيف وصلوا للرابع والخامس مستحيل فسألت الأستاذة ناسو قلت لها ناسو ما تقول لي, لي كم واحد من دولة يصيرون أركتك قال لي فد واحد قالت لي فد واحد عنده القابلية الباقين كلهم ما إلا العاق قلت لها زين ليش أنتم بقيهم إلى خمس سنين قالت التان دعش ألف باون شان زمن الباون دعش ألف باون تنسد الجامعة ما نقبله ما بيصير الله يدري كم جامعة وتعال تدفع فلوس و... ومع... والمعدل هو أكبر خطأ أكبر خطأ أنه أنا أقبل على المعدل يا أخي هذا ممكن يصير علامة فيزي يطير صواريخ ليش تجيبها تحرم تحرم البلد منه وأكو واحد عبقري رسامي هذا ب... بالفيزياء ما أخذ صفر وبالحساب يأخذ صفر بس مخه يشتغل ويرسم وهذا تجيبها هذا إذا وعلمه عند القابليه يصير عبقري هذا ما قضيت المعدل الأشياء اخر أه. وبلا امتحان الدكتور خالد يقول لا نعلمه ما ممكن تتعلمه يا اخي أنتوا ليش لا تاخذ واحد ما متعلم خذ واحد متعلم وسوي فلتة أه. زميلي الشاب اندر يمكن عنده سؤال قريت نعم. في نعم nah, هو ما اعرف دكتور كان موجود عند سؤال يمكن دكتور حسين يعني رافعين ايدهم او دكتور حسين نرافع ايده واذا ما كنا نرجع ل دكتور حسين موجود او دكتور شبر عندنا استاذ احمد ايضا رافعين ايدهم ممكن اه استاذ حسين يمكن السلام <تص> عليكم معلش عليكم السلام ورحمه الله عليكم السلام اهلا وسهلا جدا جدا بسعادتك ويعني موضوع جميل ورائع وبدايه جميله وطيبه جدا لإيه ان شاء الله لخدمه التحديث اللي جاي ان شاء الله في العراق الحبيبه يعني ان شاء الله هو انا لي سؤالين الحقيقه يعني اول سؤال هو قد يكون بعيدا مش بعيدا عن الموضوع قوي لكن هو ما هو تاثير التراث الحضاري العراقي على عبقرية عمارة زاه حديد الله يرحمها ده أول ده أول سؤال يعني. السؤال الثاني وأنا بعتبره أنه وضع أهم يعني ما هي الخطوط العريضة للاستمرار في تحديد الأنماط المعمارية في العراق الحبيب خصوصا مع مشروعات التعمير القادمة سريعا لاعاده عمار العراق يعني عمار العراق ان شاء الله يعني متوقع الشهور اللي جايه القادمه هيبتدي اعمار شديد في العراق يعني مشروعات بتريليونات الدولارات يعني فا ايه يعني ايه الخطوط العريضه عشان استمرار تحديث الانماط المعماريه بحيث ان التحديث يبقى قائم برضو على الحضاره العراقيه والانماط العراقيه على فكره انا مش انا مش معماري انا انشائي يعني بس يعني خبره دلوقتي اكثر من 50 سنه في الـ في في الكونستراكشن وفي الـ وفي البروجكت مانجمنت هم السؤالين دول حضرتك يعني وصل وصل السؤالين يعني واضحين ولا؟ يعني هل السؤالين واضحين لحضرتك؟ أشكرك حبيبي أشكرك أستاذ أه حسين أه بالضبط أنت السؤال الأول زهاء حديد ترفض الاعتراف بتأثير العراق بحيث إلي أنا من واحدة من شغلاتي قاعدين أنا ويا قبل ما أو في لندن الذي أنت مجنون هذا الحكي تبعك جنون فهي لا تعترف ببيئه المكان ابدا يعني ولذلك هذا مؤثر على شغله وهذه مدرسه اخرى أنا يعني ممكن انت تنقل اي مبنى وبالفعل مثلا هذا البعبع اللي رويتكم اياه انا الأوتيل. آه الـ 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 المركز للاوتيل البنك المركزي العراقي منه ثلاث ابنيه موجوده في محل اخر مشابهه 100% خلنا نأخذ علييف، علييف ممكن الشيلة تحطه في أي مدينة أخرى، لا إلى علاقة في قذزستان ولا إلى علاقة بتراث المنطقة ولا يحتاج موقع، يعني المثال اللي موجود اليوم اللي تأثير زهاء ال على لا مكان ما نشوفه في دبي في في خاصه يعني في هذا الاكسبو الاخير الاكسبو الاخير انه عجيب غريب يعني حتى المدن الكبرى والدول الكبرى تركت اصالتها وصارت عبد الى الاستهلاك وال... على كل إن. اما خليه جانب لانه عندي بحث عليه. السؤال الثاني مهم جدا. استاذ حسين صعب صعب نفصل العماره عن الثقافه العامه. عن ثقافه البلد كله. البلد هو ثقافيا كله كيف انا ادرس عماره من ما موجود؟ مسرح او كم طالب رايح الى المتحف العراقي مسكر اذا كم واحد داخل مكتبه وقاري تاريخ الاقدم من اللي موجود اليوم ما في قلت لك ما الثقافه العامه يا اخوان دائما اقول اعرف من انا روح اقرا حتى تعرف من وين موقعك انت من الجميع من الانسانيه ككل العالم عم يمشي آه إن آه انا موقعي وين؟ يعني حتى المعماريين الممارسين اليوم هل واحد سال نفسه انه انا وين وين انا من من كل اللي عم بيصير؟ ابدا. آه ف... مشكله الثقافه العامه وال... التخلف اللي صار بالعراق تخلفت ويا العماره تخلفت تخلف ويا الطب ما عدا الفن انت آه. اليوم انا دائما أقول في جمهوريه ثقافيه عراقيه خارج البلد يعني معمارين يدرسون في مدارس اجنبيه بتشوفهم هذا بس بالعراق ما ما يقدرون يدرسوا يعني اول شيء تقاليد العائله التقالي... الم... الجامعة تسكر ساعة أربعة العصر أو خمسة العصر وممنوع تدخل الجامعة جامعة الناس كنا نبقى إحنا سبعة أيام ما نروح للبيت قاعدين نشتغل حتى في شغلنا المكتبة ما بتسكر هذه كلها ما... ما يقدر ما بعدين آ... عيب كل شيء عيب ما بيصير مع انه العماره وتدريس العماره تحتاج تحتاج الى تحرر كامل حريه كامله تحرر كامل من هذا ما في اطار بالضبط والشك يعني انا كان عندي مدرس يريدني اشك في كل شيء اللي اقوله خاصه في البدايه اكسب الثقه بعدين بعد ما اتعلم واعرف وأعيش واجرب بأن عندي ثقه حتى اتكلم هذا عندنا يعني كل ما في يتخرج صار معماري ولا كوربوزيه ويعلن بالتواصل انه انا عمل بيوت او يعمل هذه الشجره شفتها مدخل الى يعني فد مشكله كبيره أو ما نقدر نتجردها ما ما تقدر تجردها يا استاذ حسين ابدا لانه البلد ككل تصرف ككل اخلاق حشمه احتشام فروسيه العماره بها فروسيه بها عطف على الفقير على هذا زين احنا جايين عاملين كليتنا شو الاطروحات تبعنا بالجامعات؟ كلهم شوفهم نوادي وتور وما ادري شنو يابا مو عندك هذا 70% بالمئة من الشعب العراقي ما عنده كفر عايش بالعشوائيات تروح لهذه هذه المشاكل اول مره تروح تعيش معاهم شوفهم خدمهم هيك العراقي تقدم وهيك فانا يعني محبط مو اقول لك مؤيس لا ما اقول مايس لانه الشباب بده يثبت انه يوم على يوم اكو شباب قوي وجميل وممتاز وعنده راي أه؟ مثل شباب مصر وشباب مصر شفت شو عمل يعمل وندر أه موجودين شباب لبنان وشا... مشاكل دنيا فوق راسه مع انه صامد امل موجود بس احباط موجود مش يأس احباط ان شاء الله كنت هذه هذه اجوبتي يعني لك الوافيه. صوتك ميوتد لا تتكلم مين؟ ما اعرف الاجابه نشكر حضرتك يا دكتور بنشكر حضرتك الدكتور اتفضل حضرت. بنشكر بنشكر بنشكرك جدا الدكتور بس طبعا هو يعني واضح ان ان التطور اللي هيحصل لان احنا متوقعين كلنا يعني من مده ان هيحصل تطوير كبير جدا في 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 في, في العراق وفي وفي سوريا وفي مصر وفي المنطقه دي كلها ف يعني بالكلام اللي حضرتك قايله برضه احنا يعني ايه يعني عمرا مش مش بعاد عن بعض قوي يعني واخد بال حضرتك؟ فيظهر ان احنا بقى لازم مش حن... حن... يعني ايه مش هنقدر نتمسك قوي بتراثنا في ال... في التصميمات او في ال... في في ال... في المشروعات القريبه في, ال... في, ال... في القريب العاجل يعني. نعم نعم. يعني ده نعم. اللي نقدر نفهمه يعني. نعم. اه اه, اه وزي حديد يعني ما يا برضه بر... حديد بر... جا... عزي... ظاهره ظاهره زها حديد ظاهره ايوه 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 ظاهره ده. ومحترمه وفخر فلت بالنسبه لنا بس هو كان ما نقدر نعممها اه لا باش... لا يمكن تعميمها ابدا أنا... ظاهره أنا... طبعا بل... هي, هي لها بل... مجت... فلت طبعا هي فلتة لكن هو دي كلمه على فكره بنقولها بعد حضرتك برضه في المعماريين المعماري اللي ما عندوش يعني انطلاقه بقدر ما يكون يعني مش عايز يعني كلمه مجنون دي 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 في, في العماره مش 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 ايوه ايه قالت لي انت مجنون انت مجنون انت دي مدح دي مدح اه <تكلم> جدا جدا واستمتعنا بالقاء انا اشكرك انا اشكرك وشرفنا ان احنا أنا الله يخليك الله يخليك كده ان شاء الله بلقاء ثاني شكر قريب شكرا شكرا شكر يا دكتور الف شكرا شكرا دكتور شبر رجع لنا يمكن موجود لا تفضل دكتور شبر السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله تفضل دكتور كل الشكر للمنظم دكتور زهير ودكتور معاد الالوسي يعني فخر انه اسمع صوته واتواصل وياه واحد ما يصدق انه اكو فرصه هيك يتواصل ماذا عرفك ماذا عرفك قول لي انا دكتور شبر فلاح تخرجت من الجامعه التكنولوجيه 2001 و آه 2004 ايوه ايوه, أيوة, أيوة. يا هلا حبيبي يا هلا زميلي دكتوره أه وانا هناك بالولايات المتحده كنت اقرا على المسابقه مال فنتشوري مال عفوا جامعه الدوله الكبير فشفت السكتشات مالتك ورحت يعني هواي مكانات رحت تلقى الارشيف مال بوقتها رفعت العفو محمد مكيه ولقيت هواي شغلات بال بالارتشنت فالواء لو تحكي لنا شويه عن الاجواء اللي ما انكتبت مال المسابقه مال الدوله مال الجامعة الدوله اكو اشياء ما تنكتب يعني انتم تعرفوها بيناتكم انا هاي الحلوه آه، 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 آه. مال حضرتك فنتشوري ريكاردو فيل شلون قعدتوا شلون ضحكتوا وين تناقشوا. شو. هاي الاشياء شويه تتحفنا بها ذكريات حلوه نتونس يعني نسمعها من حضرتك وش قال وش لا انا معاصرها كلها معاصرها وياها وبعدين عندي الاسرار لانه المرحوم جنين كتانه الخبير العراقي بالعماره الاسلاميه اللي بالجوري هو توفى مؤخرا هو كان عبقري يعني ما ما من يفهم بالعماره عماره المساجد وباني كثير عمارات استاذ هو جنين ما اعرف اذا مدرسك جنين كان هو اعطاني التقرير الجوري بس معلوماتك في اليوم ذكرتها اني في مجله ميمار اللي تبع الاغا في العدد 17 موجود بالانترنت موجود مقالة حول الجوامع وحول المسابقة اللي كاتبها كاتب ناقد فرنسي مهم اسمه برنارد ويت اتش يو إي تي يوت. اه كاتب التفاصيل عن ال وين الخطأ بالجوامع الستة وين الصحيح ومنو الأصح أنا اه اتركها أه بس هذه قراءه تفيد كلش تفيد بس انا من ناحيه الجوري أه وما حاكيها قليل حاكيها أه حسب التقرير حسب التقرير اكثر من ثلاثه في اول راوند ديسكواليفايد اول راوند اولهم فانتوري مع الأسف أقول لك فانتوري معامل عامل معماريا قد أسميها آني فلتة مع عامل معماريا من أجمل ما تكون العمارة هائل بناء هائل مع الأسف لا يصلح أن يكون جامع هذا العيب اللي فيه كان ولذلك disqualified يعني مع الأسف هو سقف الصحن وهذا رفضوه اليوم يسقفون الصحن في كربلاء في النجف عم بيسقفوا السقف الصور أه هو اللي انت تسقف تستغربوا تستغربوا اذا من مين الثاني اللي ديسكواليفايد اذا أكلكم لكم اياه يعني. وما راح اقول اسماني لان يعني ما اريد اقول اسمه بس لانه حائط المحراب في نصف دائره عامله حائط المحراب لازم يكون خط مستقيم ما في هايراكي يعني من هذا الحائط المحراب من صار هذه الدائره ضد كل قيم المعمارية الدينية أي أنه أدخل الهايراكي يعني راح يصير الإمامي وراء أربعة خمسة رئيس الوزراء وياهم ثلاثة أربعة خمسة من هذا وراء عشرة وراء عشر إلى أن يجسره هذا ما يصير بالعمارة ولذلك حتى العثمانيين من رادوا الخليفه يريد يروح الى السلطان يريد يروح للجامع سووا له منصه لا تقعد لي قدام وتخربط الوضع لو توقف ويا المصلين مثل ما يوقفون هسه كل الزعماء يوقفوا مع المصلين كلب لا فرق بين عربي وعجمي الا بالتقوى لا اسود ولا ابيض لا فقير ولا غني ما عدا هذا خط واحد من صار المحراب مدور الحائط المحراب حائط المحراب الحائط القبلة مدور ديسكواليفايد أحد المتسابقين والله عمل الصحن مشجر يعني ما ممكن للصلاة دول الثلاثة وبقينا ثلاثة آه. تاكياما اللي عامل البوديوم طلع لي قدام الياباني طلع لي قدام بقى التنافس بين الثلاثة الأوائل وهذا أتكرم. أخذ ثلاثة أيام أربعة أيام تقسموا الجوري قسموا، رفع عدد صوته كان لا يسمع بسبب أنه أحد المشاركين معاذ الألوسي ها أه؟ والواحد وال... وال... من المختلف عليه هو معاذ الألوسي فتركني ترك الجدال جنين يقول هذا المبنى بغدادي عراقي بكل هذا حذافيره كوبان يقول لا هذا اسلامي لازم وما بهم ولذلك كوبان فضل فنتوري وجنين فضلني اليه من جاء رفقة راد بوفيل فاتفقوا أنه هذول الثلاثة يشتغلون سوا فراسم وبالتأكيد يعني جامع راسم هائل جامع راسم جيد بس أنا يمكن لأنه تطرف عراقي فيه يعني أكثر من اللازم جامع وهذا ما يقوله ويت ويت يقول بس جامع ما هذا هو الجامع العراقي صحيح هذا ويت يقوله في مقالته ب... قصص طويله على كلٍ ما يحدث بالجامع الى اليوم هي مستمره الجدل هل ممكن المعمار يكون مفتي ويفتي بناء صلاه؟ يعني مثلا 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 الجامع المثمن في الاردن المهم هذا ما يصير ما يصلى به او حتى اجيب لك مثل طلب طلب مني آه مراجعه جامع الشيخ زايد قبل بناء موجود شفت انه جامع ما ممكن يصلون فيه والسبب بسيطه كلش بسيطه وهذا لو يشوفون كل جوامع الدنيا القبه تنزل على اربعه ما يصير تنزل على اعمده مش مربعة والسبب أنه صفوف يسموها البلاطة والسكوب هذه بلاطة وديك سكوب البلاطة والسكوب ما ممكن تعملها إذا مو القبة من هي مدورة جواها مثمنة تنزل إلى مربع حتى تنزل للأرض مربع نسميها الدرم الطبل الحزام الحزام نسميها هذه كلش مهمه جامعة الشيخ زايد هاي ما موجودة ما يقدر يصلي بس أنا كتبت تقريري وراسم بدران كاتب تقريري وسوها أزجان اللي هو هسه أستاذ في جامعة في إسطنبول هو كان مدير الآخر خان ثلاثتنا بعدين أنا قرأت التقارير ثلاثتنا راضين أنه بيصير أنا قلت لهم أحلها وكان لي حل أنه أسوي مكتبات بالداخل بحيث أنه أرتب الهاي بس آه سهى أجران اقترح أنه يبقي ويمدحون الشيخ زايد أنه وقف الشيء الغلط لأنه ما ممكن بس ما كنا نعرف أنه راح يصير هو مقبرة سلم هو تومز إلى الشيخ زايد كان ماذا وإلا ما موافقين به فجوامع لها مشكلة في في شخص في العراق اللي بعد جنين مراه يمكن هو الوحيد اللي دارس جوامع العالم كلها وكيفيه الاصطفاف ومع الاسف ما ينشرها لانه انا قاريها كلها ممتازه ولد اسمه زيد سعداوي يفهمها أيه اركتكت معماري عراقي اي قضيه الجامعه بعدها بعدها بحاره وشفت شو صار ورانا يعني صار جوامع آه داري مثل شيخ معروف اللي الشيخ معروف من اقدم جامع بغداد اللي تحول الى صحن طائر وطير راح يطير وانواع الالوان القبيحه عقربته أوروبا يعني للاخوان العرب يعني ضفدعه فهيك الجوامع ده تمسخ مع الاسف ويسموها هذه في التاريخ يعني ما مش الا في كتاب ب 37 اسمه جوامع بغداد يسموها جوامع ضرار جوامع ضرار غير موفقه الجوامع لازم تكون جوامع تقوى يعني الجوامع ضرار شو يقصد بيقول لك جامع فلان ابن فلان بس هذا جامع ضرار حتى شنو يقول الله رحمه الله الجامع الزين اللي هو لازم جامع تقوى جوامع تقوى ما عندنا اليوم وبدت من جامع ام الطبول ما لنا علاقه به على كل القصه طويله مال الجوامع انا افضل انه ابتعد عنها يعني انا عملت جامع اثنين ثلاثه بس أنا أنا غير سكر. أنا أعتقد أنه ما ممكن أنا ها مثل خالد السلطاني وقف ضدي بالجامع لأنه يعتقد أني مجدد ليش بالجامع ما جددت؟ ما أقدر هو يعتقد أنه أني شجاع وأقدر أجدد وآخذ أخاطر وأجدد ما قدرت ما أقدر أجدد بالجامع ما أجدد أنا لأنه ما أعتقد لأنه يمكن لأنه أنا ما اعرف اعرف بس هذه عن الاسلام انه الحد الاطر وهذا ايش قد انت حريه خروج منها ما اعرف اي آه. على كل شكرا جزيلا استاذنا يعني يمكن هذا الحديث عن الجامع وعن المسابقه يمكن بعد الحلقات مو حلقه واحده ان شاء الله يكون لنا فرصه ثانيه يعني, يعني الاستعراض هذا لانه به الظاهر كثير من ال... مثل ما تفضل الدكتور شباط من الخبايا اللي موجوده وت... يعني سيد العارفين بها هواي هواي بها حكي هواي هذا المقاله آه. مع الهوت ممكن نسوي عليها ندوه ان شاء الله ان شاء الله بالقريب العاجل عندنا يعني الكثير من الايادي المرفوعه الاسئله ما في وقتكم يسمح استاذنا الغالي الاجابه عليها ل... ل... اسمها ميمار المجله هي هاي تقصدها تسال عليها لا لا اقول كثير من الاساتذه رافعين ايديهم للسؤال فعندكم مجال يعني تقدم اي لو ما عندي ما بالعكس نعم نعم انا نعم وياهم خاصه أيوة نعم نعم اذا اكو طلاب اذا اكو طلاب والله هو الكثير من الطلاب كاتبين بالشات بوكس عندنا هنا الاستاذ رافي يمكن كان الاستاذ وسيم ناغي رئيس اتحاد حوض المتوسط والمعماري فيمكن استاذ رافي اذا تتفضل يعني تفضل سؤالك منو؟ ع راسي يمكن كان عنده سؤال راسم رافي رافي, رافي, رافي. رافي. اي رافي اوكي نعم اه الصوت مسموع اوكي نعم اه اول شيء بتشكر كثير المعمار معاذ على المحاضره القيمه اه من خلال قراءتي لكتاب الاخضر والقصر البلوري للمعمار رفعت الشادرجي خصك المعمار رفعت بلحظه انتسابك ل الاستشهاد العراقي وايضا لما حضرتك تركت الاستشهاد العراقي والاجواء <applause> الاجواء التوتر اللي كانت موجوده في المكتب وحتى في بس انا سؤالي كشخص كنت ملازم للمعمار رفعت الشادرجي كنت حابب اعرف النظريه الجدليه في العماره واللي خصلها كتاب شارع طه وهامر سميث الى اي مدى كانت ذا صله في المطبخ اللي كان في الاستشارة العراقي لما كنتوا بتقوموا بالتصاميم الى اي مدى كانت هي النظريه تسخر؟ لانه في كتاب شعر طه وهامر سميث كان عم بيحكي عن دورها كشيء كان بيساعده في عمليه الدراسه كطالب وهو بعدين كان قدم اطروحه فيها ولكن نحن ما عرفنا بعد ما تخرج وبعد ما النظريه وضعت قيد الاختبار الميداني إلى أي مدى كانت عم تثبت صحتها أو إذا هل تم تسخيرها في سبيل التصميم التصاميم المعمارية في مكتب الاستشارة العراقي أو لا شوف أنا راح أحكي لك أشياء اللي هو معك رفعت من البداية بالمكتب كان عنده بحوث في الجدليه من كان في لندن موجوده تركها وتوجه الى الشيء العملي نجي اول اعمال اللي عملها رفعت من اعمال جميله موجوده دار منذر منذر منير عباس دار باهر فايق دار محمد عبد الوهاب بناية كتخدة بناية الشوربتشي هذه الأعمال كلها لا تتم ولا تنم بأي شيء عن الجدلية شلون جاء طالب فريش في عنده تشالنج بالعراق شاب يريد يحدث وانا استغرب لانه في الوقت ذاته هو كان صديق جواد وجواد من الناس اللي طبقوا الجدليه اللي يقصدها رفعه الانتاج وكلها وانتماء الى البيئه يعني بدي احكي عليها بالفن بالمناسبه اللي لا زالت مستمره وقويه يعني حركه قويه بالعمارة لا بعدين أنا أقول لك في سنة الخمسة وستين ألف وخمسة وستين في مسابقة بلدية مسابقة وزارة البلديات في باب المعظم اللي ما تنفذ بين الأوقاف الأوقاف في باب المعظم واحدة من التورس كان شجاعة أنا كنت راجع من لندن بوقتها بعد ما اخذ ساباتكل من المكتب كان من الشجاعة يعني بحيث أنا مو بس متخوف يعني اكسايتد مثل ما يقولون انه دخلنا في طور جديد في فكر جديد ف... وبالفعل ب... المسابقه ما ربحت بس الجوري كتب تقرير الفائزين بصفحه و... ولماذا انهم ما اعطونا الجائزه باربع صفحات ليس ذكراني يعني التقرير فمن ذاك اليوم بدينا احنا في خلفيه موجوده أه. الجدلية الحرفية بعدين هو بدأ يترجم الشغل على جدلية الشغل كان ما خدنا مثل ما دا أحكي لك كان اليوم بمدرسة بنوع من الانتماء حتى في العيش أقول لك يا كنا يعني طريقة عيشنا كانت أخرى طريقة نظرتنا لل... للموضوع كله الحياة كان شيء آخر للأكل لللبس للفن للمسرح للسينما كله 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 كان يختلف تحليله والتسبيبه من راح إلى السجن وقعد كتب هذا الكتابة مال الخيبر آه حقيقة غير أنا همنا لأول مرة أحكيها التواصل في أخير سنة من شفته يضعف بيني وبينه وأنا أريد إلى أن مات أسمي أستاذي لأنه فضله في حياتي كبير و يعني <applause> فشفت انه انا ما اقدر استمر. واسباب اخرى ابدا ما كان بيها بس هو ما عجب التركي حقيقه غير يعني تاذى. اذيت انا انا يعني كان متوقع مني شيء اخر انا أقوله صراحه. بس انا كان يعني مفروض وبعدين هو اعترف انه ما سويته انا صحيح. ولذلك بقينا الى ان يتوفى الى اخر يوم انا صديقه واخويا واستاذي وزميلي ومعماري ايوه ف تعرف اخ هاي, هاي انا مؤخرا من شفت عممت شيء فنوع من الرجوع ما احلى الرجوع له عمام الشيء انه اي واحد ما يحق بعد يحكي على الاستشاره العراقي غيري لانه انا اكبر فتره قاضيه فيها مو 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 14 سنه قبل ما اترك وبقينا متواصلين في بغداد من شغلت شارع عيفا ومستشاره مع الأزمة ف اي ما يهمني رفعت أو ما اريد انه اي واحد يسف بحقه ابدا ابدا أيه. با 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 بالجدليه ما اقدر اجاوبك لانه هذه با 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 ليش اقول لك كانت صاعدة نازله عندنا بالمكتب حسب المشروع حسب وكانت التاثير مالها صار مثل ما انا هسه دا افكر <applause> انا كل هذا الحكي ترى بعد ما توقفت عن العمل المعماري بقيت اشوف انه انا هذا ليش تصرفي هذا يعني صوروا هذه مال البلاغه الصوريه يعني بالخمسة 85 كاتبه مقاله على البلاغه الصوريه انه كيف انه العماره لازم يكون بها بلاغه تنم اشارات وايماءات وحتى تعرفك مثل اللغه. هي. هذه انا بال 85 كاتبها، إيه؟ كيف أه... هسه بديت أتف... اشوف انه انا ليش كاتبها وشو هذا المعتقد وليش هذا الموقف كموقف يس الجدليه كانت مهمه بالنسبه لنا ابدا موقف ماخذين احنا موقف لا نحيد عنه ابدا الى اليوم انا يعني اليوم صرت يمكن اكثر متعصب ومتطرف قبل كنت اقول مدرسه اخرى احترمها ايه هسه انتقدها اقول مدرسه اخرى انتقدها اي هوب انه يعني انا اجبتك على تساؤلك شكرا جزيلا لك الله يخليك شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك موجود ضمن ال رافعين ايدهم احمد طا احمد استاذ احمد رجع يمكن تفضل استاذ احمد نعم استاذ احمد تفضل الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام نشكر استاذنا الكبير عادل الالوسي ونتمنى يعني الصحه والعافية على هذه السياحة الثقافية وهذه البغدادة و... بغدادة حلوة 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 <applause> يعني اللي يسكن على دجلة وبالعظمية وببغداد وبنص يعني أكيد هذا يكون مليء بالبغدادة اللي وصلتنا من هذه المحاضرة وبصراحة يعني إحنا عندنا اغتراب ثقافي سواء ثقافي عام وسواء ثقافة المعمارية حبيت بس اسال جنابك على نقطة وهي انه الحرف المعمارية التقليدية اللي اندثرت يعني إذا إذا المعماري برؤية جنابك يعني يعني يعود للانتماء للتراث يعني العربي والإسلامي بس هذه فقرة يعني الحرفيين أو 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 قسم من الحرف يعني أسرار الحرف والنو يعني ذهبت مع أصحابه فيعني شلون جنابك يعني ملء هذه الفجوه الحقيقيه يعني هي سواء يعني بال يعني حرف حرف المعمار الشعبي او المعمار التقليدي يعني حاليا احنا نفتقر الى هذا الشيء ناهيك عن فقره التعليم الاكاديمي المعماري يعني الاغتراب بمساله التعليم بس اذا حبينا نعود يعني الى الى التقاليد والانتماء واللغه المعماريه فهذه مسألة اختفاء الحرف أو يعني اندثار الحرف والحرفين مع إذا كان سؤالي يعني واضح أول, أول شيء خلينا نفرق بين التقليدي أه والتركة أنا ما أسميها عمارة تقليدية هاي سببها هي عمارة محلية بس ما سميها تقليدية لأنه التقليد من اسمه أنه ما بيتطور مثل مضيف الأهوار هذا عمارة تقليدية بالمنطقة تقليدية على آني وراسي وتبقى تقليدية في هذا التطور موقعها تكون في المتاحف في المعارض ابدا الحياه صايره يعني انت لو ناخذ الالمان الحياه التقليديه اللي عندهم كثير وهذه الاسماء كل واحد من 24 حرف هذا ينظف بس مدخنه الباجه مال هذا يمر مثل ما عندنا شلون شراخ السكاكين الاخ الفرفوري هذا النداف هذه كلها صارت جزء من المتحفيات التقليد التقليدية لا تقاوم التطور في العمارة التقليدي لأنه هو تقليدي باقي اسمه تقليد ولذلك أنا ضد كثير من المعماريين يقول أنا أشتغل تراثي شي يسوي يقلد أي ياخذ عربسك شباك عربس ويحطه بالبيت على هذا شنو بالله دا الطابع هذا مو هذا هذا مو مثل هذا هذه مو تركه هذه مو اني المقصوده المقصوده لا انت اعمل بفكر أه؟ ومسببات وبيئة ومعاصرة اليوم أنا ابن اليوم أنا قد ما أكون أنا بغدادي وابن العظمية ترى أنا ابن اليوم أنا ما أفرق عن أي ألماني مع أنه عايش بألماني وزوجتي ألمانية وأبني يعني. بس أنا أفرق أحكي لك مثل مثل مهم جدا وليش أنا تعرف أبناء العظمية وعندي شختورة أنا مسويه من تنك والجسر هذا من كان يبني أنا حول الجسر ده أتفرج ليل نهار أنا بالبحر بالنهر اعبر وارجع وأعبر وروح للسايلو وارجع العالمية كلها انا فارة بالمي سبح هيك علاقتي بنهر بغداد من درست عماره ورجعت ثق انه شفت دجله غير شكل احلى 100 مره من قبل ليش؟ لانه انا مواكب الانسانيه كيف تفكر وكيف تقارن وما هي الاستاتيك فاليو يعني شفت أنا قارنت دجله مثل فسحه سمارك ساحة بطن دج... هذا مثل آ... الهايت بارك بنص المدينه فراغ نفس الشيء انا يجري بعد اجمل هيك قمت اشوف دجله انا الحائط الجدار الطابوق مال سينما العظيمه كان عندي شكل وهلا شكل من رجعت بعد الدراسه فالتقليدي تركي التقليدي تفهرس انحط بالتاريخ وراح زمنه سجل راح زمنه متحفي اس إيه. مال نحافظ على ذيك كل البيئة ومثل الجدلية ما رفعتش هذا الشيء كل البيئة وكل احتياجات البشر انفقدت للتقليد يعني انا اجيب لك مثلا من احد سياسيين بغداد في المنطقة الخضراء عمل له مضيف جابه من الاهوار وسوى له مضيف من هذا مال القصب هذه قشمرة هذا مو محافظة على التقليد التقليد شوف الحد يعني مناره هسه اجيب لك المثل هسه دا في مناره بالسوق نبيعها بسوق مريدي ها من حديد او من قبرك اللي يريد يسوي جامعة يروح يشتري مناره هذه هذه حرفه دا يريد يعوض عن حرفه ما يفيد هو الحدث العمل الفتره الزمنيه المعاناه المعاناة وراء هذا الشيء لازم جزء منه جزء من المنتج ما أقدر أنا آه أجيب أجيب أخلي واحد أجبرة عني وأقول له تعال ابني بالطوف ولذلك تشوف البناء لأستاذنا آه أستاذنا الكبير حسن فتحي من كان يبني بالأدوبي صار اللي يبني بالأدوبي في بحيرة سيوة من المليونيرية مش لأنه بناية ذبور ابدا صارت بناية ذا ونفس الشيء عندنا احنا الطوف مالنا هسه اللي تريد تبني طوف اغلى من بناء الطابوق هذا التقليدي ما يشتغل وانا بالنسبه لي من بالكرخ سوينا سيرفي للابنيه اللي لازم ليستد جماعه كلهم قالوا لي تعرف لنا احنا ياهو ليستد ياهو لستد سو جوابي كان بكلمتين وبعدين انا اقرر اذا اشوفه ايش يشوفوه ما نقدر نسويه اليوم او ما عندنا العمل او كلفته كلش عاليه تصير اذا نسوي اليوم هذا لستد لازم يكون اي انه ما نقدر نسوي هذا تقليدي ما نقدر نسوي اليوم راح لا عندنا الوقت ولا عندنا القرصه ولا عد النوهو ولا من الصحة أن نسوي خليها تروح تبقى متحف فيها الشيء في تطور في تطور في اللحظة اللي إحنا نتجمد في الموقف ما يلومونا عليه يقول لك أنت تستغل العواطف وتبني هذا وتستلهم التاريخ هذا يعني يجي جنانة التقليد شيء آخر مفهوم حبيبي أحمد احمد تسمعنا كانت الاجابه ان شاء الله وافيه اكيد احنا ننتقل يمكن للشات بوكس اذا عندك مجال استاذنا يمكن سالت على دكتور شابندر هو سال سؤال ما هو راي الاستاذ معاذ بجناح العراق في اكسبو 2020 يمكن جاوبت او تحب يعني تضيف على الاجابه حتى ننتقل بعدها لا مثل ما تفضلت اكو اسئله من طلبه هذا السؤال حقيقة تردد علي وطلب مني أنه أكتب مقالة عليه أفضل أفضل أنه أربع بنفسي خل أقول عن هذا لأنه عندي موقف من الإكسبو بأجمعه نعم بأجمعه ما غير العراقي والعراقي وال... نعم، الكل الرتكبو... كل ال... الكل ارتكبوا ذات الجريمه نعم فعلا يعني من خلال الاطلاع على بعض المشاريع يعني مشروع سواء الايطالي او الالماني كثير من النقد يعني من المعماريين المحليين كل من نقد مشروعه بشكل او آخر حتى المشروع المصري برغم جماله يعني الكثير من يعني المعماريين المصريين احنا الان في يعني على منصتهم بمعربية اه ايضا انتقدوه فاكيد يجوز راح نسمع من عندك في وقت لاحق اي يعني مثلا يجوز على تقرير كامل على إكس بوك اذا سمح وقتك في او تحب الان تتكلم في الشيء الدكتور سابقا ما فهمتك ما بتسمع يعني زهر العفو هذا اعذرني أذروني أه؟ على ال... إيه لا لا هو, هو أول إيه أه. يعني نتامل يعني تكون فرصه او في طريقه ما لانه استعراض لا راح اكتبها راح اكتب في المقاله طويله على كل على كل اتجنب العراقي انا لانه أيه. أيه. اتجنب ناس. العراقي وهي تفهم انا ليش اتجنبه اكيد أكيد. اكيد اكو كثير اكيد كثير من يعني اللغط بخصوص المصممه سؤال اعتقد من الستينات علي اعتقد هي طالب الدراسات العليا يعني السؤال باختصار الحوتيات في العماره المحليه تعتقدها كانت تقنيه موجوده في العماره العباسيه وخاصه المدرسه المستنصريه هل من الممكن استخدامها في الوقت الحالي رغم ما هي تتكلم عن التقنيات الحديثه اعتقد أنها بحث في هذا الخصوص. لا أنا ما بالضبط هذا اللي دا دا. ابدا 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 كل انا معاصر انا ابن اليوم انا قلت <applause> لك انه أ... أ... يصبوني ب... ابن بعد الحداثه. انا صاحبي بنتوري يعني لا لا ابدا انا ما ما ممكن استعمل تقنية القديمه بس قل لي لازم اعرفها اهم شيء على اني ابن هذا ابن هالبلد لازم اعرف تقنية آه مين هذا ومن وشو عمل كيف عمله وليش عمله يعني انا مع الاسطوات كلهم علموني كثير ابان النجارين النجاره انا يعني مهم اي كلها اي بس استعملها؟ لا قبل استغفر الله لا ابدا انا ممكن منها انا أبن الوقت ماثره فلسفه الفلسفه الجديده علي الحياه كلها يعني حتى الكورونا انا اثرت علي لا فكرياً. لا ابن ابن اليوم انا ما ممكن انا استعمل اي تقنيه قديمه هسه انا قلت ياخذ شباك قديم او يروح للنجار يقول له سوي لي مثل الشباك وحطه من دون ان يتعب نفسه ويعمل شباك بنفس الروح هي هذا اللي ها. انا اريد ننتقل يمكن سؤال استاذ وسيم كان رفع رجع موجود رفع اذا إيه استاذ تحب تتفضل تلقي سؤالك يسعد مساكم شكرا على الفرصة اهلا وسهلا اهلا وسهلا عذرا معاذ ما, ما بعرف اذا بتتذكرني نحن صديقنا المشترك حبيب صادق في بيروت التقينا عده مرات ايه طبعا 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 هو <applause> موجود هلا لازم وينه ما اعرف انا والله بسبب البوست حطه على الفيسبوك حطيت ريمايندر لاحضر المحاضره المحاضر إيه اهلا اهلا إيه. والله مشتاق لكم ويعطيكم العافيه يعطيك العافيه اهلا بيروت قلبي معاكم الله يكرمك الله يخليك الله يفرجها أيوة. علينا وعلى كل الوطن العربي ايوه استاذ معاذ بالحديث عن الاكسبو اللي بفهم تماما موقفك انه كونه لا يزال فعاليته جاريه بدي ارجعك شوي لفكره الاكسبو اللي بدات بالقرن التاسع عشر باوروبا مع بدايات الثوره الصناعيه والحداثه واللي وصل لعنا على العالم العربي بمعرض دمشق الدولي ومعرض بغداد الدولي وكان في بتركيا معرض ازمير الدولي ولاحقا بمطلع الستينات صار عندنا معرض لبنان الدولي اللي س اللي تنفذ بمدينه طرابلس وللاسف ايوه ايوه صحيح ما بعرف اذا كسر لك فرصه زرته ايه رايح له وصلته ايه وكاله ممتاز ايه وكلت طبعاً, هوني. طبعا صح وانا <تصفيق> <تصفيق> طبعا هذا المنتج المعماري للراحل اوسكار نيماير في جدليه كبيره عليه ونحن عم نتابعه مؤخرا لادراجه على هو صار مدرج على لائحه المؤشر للتراث العالمي ولكن لم يتم بعد بروبي بروبي جداً. انا بحب اسمع رايك بموضوع الهويه لما معمار بموهبه وعبقريه نيماير وكل جيل الحداثه الاول والثاني بيجوا بيعملوا مشاريع خارج دولهم وخارج نطاق ثقافتهم وبيستعملوا مفرداتهم المعماريه ولغتهم المعماريه شو شو تقييمك لهالتجربه وكيف بتشوف يعني شو بنرد على اللي بيقولوا انه هذا المكان لا ينسجم مع الفكر المحلي او اللغه المحليه للعماره بلبنان وحتى المقياس السكيل تبعه والفلسفه تبعيته وللاسف هو لم يقدر له ان يشغل برغم مرور هلا اكثر من 60 سنه على فكرته ما رايك انت بهالتجربه وكيف بتشوف تقييمك لهالتجربه وكيف يجب ان نتعامل معها بالمستقبل بما يخدم البيئه المحليه بطرابلس ولبنان شو انا راح ارجع جوابك الى شقين رح اقسمه أولاً أنا الأكسبو مو ضد نهائياً لأنه كل الأكسبو اللي عديتهم كان بيها كونتربيوشن وأخير واحد الأكسبو طبعاً ميلان الكونتروبيوشن ماله من ناحية البيئة والعمارة الخضراء كان هائل يعني أنا أتذكر في جوري في عمان بنات عاملين تاور ها في الويب ده. كله اخضر يبيع مخدر سوق تحته اسالتها للبنت قلت لها انت شفتي اكسبو ميلان قلت لها قلت لها شفتي البافليون تبع الامريكان قالت طبعا لا انا استاذ مين اخذت الفكره تبع الامريكان كان اكبر مساحه فوتبول سي ستراكشر كله زراعي مخضرات مخدرات منه، خضروات طماطم وهذا، البيئة كانت كل اكسبو كان دا يقدم ثيم اللي يفيد البشرية من الاتوميوم مال تبع بلجيكا إلى طرابلس إلى الشام، أنا حاضر الشام كنت من أجمل ما يكون مال الشام. فهذا الجديد نتركه احسن 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 أحسن اي آه شردت آه نجي على المعمارين اللي يترك بلده ويروح انا شخصيا انا شخصيا من رحت الى بلاد اخرى مثل ارمينيا ويرغبان و آه كونغو برازافيل كنت ابحث شو شو إنه اللي أتواصل مع البشر اللي موجودين فشلت في الكونغو لأنه ما في ما سميناه بوقتها جني المكان جينس لوكي فالجينس لوكي ما الكونغو ما موجود أوكي المشكلة اللي أنت تتحكم فيها ودات على الأجانب لأنه الأجانب الطبالين هم اللي يختارون مدى نختار مدى نختار أخو اللي واحد مونيو كراتسي احد انطاهم بنايه مونيو برا برلين والله هي باني بنايه في برلين بالطابق، ها أه 15 طابق من اجمل ما يكون راح بنايه برلينيه يعني ما الاوشتلون مال برلين 1910 من بدا زمن الى وسينعاد كل ده يصير البيئه اللي موجوده في برلين بنايات برلينيه كلها حتى وصلت السائل الجلاس والمثلث احنا اللي ده نختار على اسمنا نختار فرانس جاري او نختار هذا اللي شو اسمه اللي ماخذ ورده من الصحراء وعاملها ميوزيم او ناخذ اسم احنا ناخذ زها حديد جيب الاسم اللي هو ما معترف اصلا بينا هو معترف بالمنارزم تبعه هو يريد هو يريد يحط لا لو هم يختارون معماريين مثل دنس فانتوري فانتوري لو شوفوا البنايه اللي انا عاملها من بغداد والله بغداديه 100% هم ما هو الجامع اللي سواه فانتوري أقول لك جامع هائل بس الغلط بالترتيب ما يصير جامع بس هو كفكر بغدادي اوت اوف this وورلد هم ما يختار شفت الانجليز اللي سووا هذه جامعة آل البيت ببغداد واللي ورجيتك اياها هذول ومسبل المتحف العراقي هذول هم اليوم اللي الفلوس اللي عم تختار تجيب واحد مثل روجرز يعمل لي شراع على هذا هو التراث ويسوي لي اوتيل يسموه وهذا هو التراث ما مدى نجيب احنا هم مدى يختارون الاصيل دا يختارون الطبال حتى يقول لك انا جبت فلان وسوى لي فلان زا حديد على شو لانه جابوها على بنك المركز ما تقول لي بس اسمه كظاهرة آه, عندي مبنى جات في قبرص عملت جسر بيزنطي زين وتو ايش آه, آه, يسموهم باسيوني تو باسيونز آه, آه, فينيقي من فينيسي من فندقي فين فين زين شالتها وعملت كل شراع كونكريتي من هذا اي فهم جاب هل لم تندمين فهو السبب اللي الاجنبي اللي بده يطلع ويروح يشتغل وبدا يكلفوه مو ذاك الاجنبي اللي هو محترم روب كرير وانا روب كرير كل شغل ما عندي ولا ولا ليون كرير اثنيناتهم هذول كلهم من الناس اللي يعتقدون بالموقع وقلت لك فنتوري واحد منهم فنتوري كلش مهم انه فنتوري عمل بنايه في بغداد جديده انا وإياه العراقي الشريكه بنايه بتجنن جنن شلون اما السكتشات ماله بس افتر بغداد وقف قدام بيتي وقال لي ما عاد شوف ذيك كل شغلكم نخل هذا اللي حكي ورويتك هذا من فنتوري هو اللي جاب الفكره اللي. اللي ما تشوف شوف, شوف هذا كان داير شوف عبر النهار النخل كله هيك قلت لك طلع هذا حتى لتقرنص تقرن الصبع الجواب النخل هاي قبل الجامع قبل مسابقة الجامع هم ما عم بيجيبون الناس اللي يجيب الاسم شو اسمه الفرنسي اللي عمل نسيت ال... ابو ال... ال... الموند عرب النوفيل تقصد شو <أش> اسمه؟ جون جارنافيل جون نوفيل ايه هذا المشبك فوق الميوزيم هذا شو يعني تجارب براسنا عم بتصير من يجيبون قلت لك مونيو ولا يجيبون كراسي ولا يجيبون الدروسي ولا يجيبون سكاربا سكاربا اصلا من يحكي يحكي لاتيني أصغر. هو هو كل من منتمي في في كثير كثير خاصه في اسبانيا وايطاليا ممتازين آه. شكرا جزيلا استاذ يمكن شكلها انه استاذ حبيب صادق موجود الان لا يتفضل اسعد الله مساءكم اجمعين تحياتي استاذ معلول تحياتي استاذ معاذ انا يعني شهادتي مجروحه على بي... <تصفيق> طبعا طبعا <تصفيق> لانه انا يعني استمتعت كثير بهذا الحكي كثير احنا انا انا وياك أنا <applause> انت بديش افضحك انه هذا هذا الثرثار الجميل <applause> معاذ هو الثرثار الجميل او حكواتي العمارة العربية اللائقه فبعتقد يعني كانت جلسه جميله خاصه بال بال, بال... بالاستخدامات المدخليه اللي استخدمتها يعني مساله التركي ويعني اضطريتني اكتب عاده يعني كنت بنتظر هذا التسجيل مفهوم الهويه باعتباره مفهوم واسع يعني انا بعتقد المسألة اللي طرحها الأستاذ ال معاذ اه هي مسألة اليوم اه عم تشكل جزء رئيسي من نقاشاتنا اه وشي اللي بالآخر سألوا زميلي وسيم اللي هو معنا بمؤسسة الجدرجي من أجل العمارة والمجتمع واللي نحن بننظم جائزة من أجل العمارة وبعض الاجتماعي اه أنا بعتقد يعني كتير كان مهم المدخل اللي عمله معاذ حول هذا الموضوع اللي له علاقة بمسألة ال 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 ماهية العمارة العمارة أنا بعتقد يعني يمكن لما نسألك زميلنا رافي حول الجدلية أنا بعتقد العمارة هي ظاهرة قائمة بعتقد أنتوا أسستوها بالمكتب الاستشاري يعني باعتبار العمارة ظاهرة اجتماعية تستخدم الفنون والعلوم ولكن هي عمارة تنتج منتجا إنسانيا هذا البعد الجدلي للعمارة باعتبارها باعتبارها جدليه العلاقه مع مع المنتج في زمنه في زمنه اعطيت امثله رائعه جدا انا استمتعت بالامثله مع كل ارباكك التقني يعني العواطف ما في عواطف، تقول إن لاسك عاطفي فكان كتير مهم كيف ممكن يعني النماذج اللي قدمتها كيف يستلهم كيف يستلهم الواحد من خصوصيات المكان أبدي يسمي من التركي من التركي لأنه كلام الترمينو... ترمينولوجيا مصطلح كثير رائع هذا اللي استخدمه كيف ممكن الواحد يستخدم من التركي جدلية العلاقة بين المنتج المعماري في زمنه المكاني وزمنه الأصيل اليوم باعتباره نوع من الصورة اللي ممكن أنتوا طرحتوا بالعالم العربي بالتحديد هذا الجيل تحرير المحتوى من الشكل وليس فرما وليس بالذهاب باتجاه الشكليه المعماريه بل الذهاب الى شيء نحن باحدى بتذكر معي وسيم نحن باحدى جوائز رفعت كنا داعيين احد المعماريين اليابانيين توفى اللي هو ادوارد سوزوكي وحكي عن الانترفيس بالعماره اليابانيه وخاصه عن العماره اللي هي منعزله مش مثل عمارتنا التي مرقت بعصور متنوعه متراكمه يعني تاريخنا طبقات مثل ما حكيت وكنت انت وعم تحكي عن عماره العراق كنت عم تحكي عن طبقاتها مش عم تحكي عن نموذج منفرد عم تحكي عن طبقاتها الزمنيه وعم تحكي عن جدليه العلاقه بين الازمنه وحكيت انه الطوبي مشتركه ولكن الفكرة فكره النخله تغيرت من السومري لليوم يعني هذه المسألة اللي طرحتها هي جدلية العلاقة وذكرت أكثر من مرة الشك أنا بعتقد أنا بعلاقتي معرفة رفقة هذا على فكرة مبدأ عراقي له علاقة بالمعتزلة أن تشك في كل شيء وأن تسائل كل شيء وبعتقد هاي جدلية هاي جدلية مكانية لإنتاجكم المعماري اللي راحت باتجاه تحرير المحتوى من من الشكل من الواجهة كانت الواجهات كانت الواجهات هي لوحات تشكيليه لتربط لتربط المبنى بمحيطه مش بداخله وهذا تكريس لفكره كتير رئيسيه انا بعتقد العراقيين وانتم بالتحديد طرحتوا فكره وفكره انا بعتقد هي موجوده بتاريخنا مساله الانترفيس العمارة اليابانيه والاسيويه هي فيها اجزاء من عنا من تراثنا المحلي من ارثنا من تركتنا المحليه علاقة المكان مع محيطه وانت لما حكيت عم تحكي عن الحوش انه هو هو ينظر الى الداخل علاقته مع الخارج هي علاقته مع الحي مع الشارع مع المناخ مع مواجهة الطبيعة ومؤثراتها انا بعتقد انا بعتقد ان العمل إن بهذه الجدلية اللي طرحتوها بكيفية انتاج عمارة تحاكي زمنها وان لا تقطع مع الماضي ذكرت بشلار انت كمان عم حاول فسر بعض مقولاتك بلغتي انا شوي حتى الاخرين <applause> طرحت مع بشلار انت ذكرت بشلار لما عاد انا بفهم الاعلام يعني طرحت بشلار انه طرحت قضيه رئيسيه عند العرب انه العرب المهزوم اليوم امام مواجهه العصر بيرجع ليشتر الماضي مثل الجمل ليرجع الى ماضي مهزوم يستنجد بالماضي انت طرحت بشلار بصيغه انه هناك مكان يجب ان نقطع مع بعض القضايا التي انتهت بقيت مجرد ماضي وهناك ارث حيوي تركي حي ممكن ممكن هذا التركي ان يعاد صياغتها بمفهومها الشكل المعاصر الذي يؤمن علاقه بين الداخل مع داخله وحاجاته وبين الخارج مع محيطه وهذا الـ وهذا هذا اللي سميته انت بشكل كثير جميل اللي هو هو البلاغه لانه نحن بنالف مش بنعمل ديزاين يعني باللغه العربيه هذا الشعور اللي حكيته انت واللي هو شعور محلي شعور خصوصيه مكانيه لبلادنا نتيجه قدمها مش ديزاين ديزاين هو مفهوم مرتبط بالصناعه بالثوره الصناعيه بالقرن التاسع عشر في حكيت عن الديزاين الصناعه صنعت كلمه ديزاين نحن بنحكي عن التأليف في العمارة وعن البلاغة في التأليف مش هيك بالشعر العربي بيقولوا بيوت الشعر وأعمدة الشعر بنفس الشيء اللغة لغة نحن بنحكي بالمدينة نحكي عن النسيج للمدينة وهي كلمات هاي عنا محلية مكانية أنا أعتقد اليوم كانت أمثلتك ولو بارتباكك التقني كانت رائعة جدا قسم منها ما عم بتشوفوها لا هذا آه رائع جدا بالنماذج اللي حطيت تكيف معماري اللي اتهمتوا انتم بالر... بالاقليميه انا بعتقد مش ريجيوناليزم كمان عم نترجم من اللغات ال... الاوروبيه او اللاتينيه للعربي انا بعتقد استخدمت هي الخصوصيات المكانيه التي تعطي قيمه تفاضليه للمنتج المعماري والذي يخضع لدورته الاجتماعيه في تحقيق حاجات الناس في زمنهم هذا كلام المكتب الاستشاري اساسي فيه اي جدليه على، وانا بعتذر اذا اطلت مش عم مسألك بحاول استكمل لانه انا انا افتخر بان انت انتمي بان يعني انتمي الى مدرستك انت انتمي الى عمارتك انت شريك انت شريك ها. انت شكرا للمنظمين تعرف حاكين ومتبادلين اراء ومعنا الشيخ معنا شيخنا اللي هو محمد الاعسى وين ما يعني بس بدي اقول كنت ملاحظه صغيره على اللي قاله زميلنا وسيم شغله كثير مهم حتى المدارس اللي هي تعتبر مدارس ببعد العمران الاجتماعي مثل اوسكار نمير واللي قاله زميلي وسيم وعمل حمله كثير كبيره يعني بلبنان نحن بضل عندنا نوع من الحيويه الثقافيه للعماره حتى لو ما قدرت الواقع يسمح لنا بس اليوم بتحليلنا لـ 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 لفكره معرض طرابلس الدولي هو عطى حق للحيز العام الذي خلقه المعرض للمدينة لسكان المدينة لكل أهل المدينة مش لفئة محددة من سكان المدينة هو خلق هذا هذا المشروع باعتباره فضاء ملك عام للناس ملك يعني عام للناس عم يعني يحقق يعني حاجة. حاجة ومعروف اوسكار نيمير اجى قعد بلبنان عمل زيارات اجى قعد لحاله اخر الوسيم هسه اجيب للاستاذ وسيم مثل اخر وجاهزين لبنان انا خلصت وبعتذر وبشكرك لا 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 انت ايوه معك هاي جاهزين لبنان توقيعها بالجبل والهوريزونتاليتي ماله هذا هذا اوسكار ما مش هيك انت شوف شو عمل من اجمل ما يكون ابدا احترم البيئه واحترم الجبل اللي قدامه واحترم معاملتين اعتقد بالمعاملتين كانت مو حبيب داخل. راح حبيب مو موجود اعتقد بس اغلق الكاميرا والصوت هذا انا وحبيب متجادلين بهالموضوع كثير محمد نعم. احنا هسه اي هو استاذ دائما نقتبس كلمتك استاذ حبيب الميوت حضرتك اذا تلغي الميوت مم. لا لا استاذ حبيب نعم ما اه ما صحيح حاجة يعني حاجة أنا كنت حابب أنا كنت حابب نروح بالبعد اللي أنت عم تحكيه لأنه البعض بي بيروح إلى تصنيفات اسقاطات غربية مثل ما هلا جاوبت آخر شيء بالنقاش اللي حصل بينك وبين وسيم أنه وكأنه الغرب يعني أنه أنا اليوم عم عم بستخدم أنا ماني ضد الغرب أنا ماني مهزوم أمام الغرب. أنا ما عم أحاول أن أكون شير... أن أكون شريك بصناعة حضارة الزمن مثلي مثل الأوروبي يعني مثلي مثل أي إنسان ابدا فالفكره انه انا يعني يعني انت اليوم اللي طرحته مثل ما قلت لك بالمنتج العمراني اللي عندنا بمنطقتنا حتى ما نروح الى هويات مهيمنه هلا يعني بديش فوت بهذا الموضوع مشان نفتح انه ما بين العروبي وما بين الاسلام وانه انا بخضع كل الناس بالقوه وبالمنيح وبالابيع يعني وهذا اللي ادى للانفجار المجتمعات مش بس على مستوى العماره ففي خصوصية يجب ان تتحقق وهذا اللي كنت عم تقوله انت انه بالاخر نحن اليوم المنتج المعماري هو منتج تأليفي مبني على بلاغات على بلاغه بالتأليف انطلاقا من هون نحن الانترفيس على فكره يعني انت لما بتعمل منتج معماري على رجله وقلت قلت انه انا لما عملت الحوش على رجله فتحت لما دخلت الى المدينه بعمقها سكرته حطيت صور نموذجيه بالتراث بالتاريخ انا تقديري هي قضايا يجب البحث فيها بعمق ما هي الخصائص المحليه للعماره ضمن لانه نحن نحن مدننا كانت تعرف بحواضرها ما كانوا يقولوا الواحد عراقي عربي مسلم كانوا يقولوا هذا بغدادي صنعاني بيروتي مثل ما قال الاخ احمد يتبغدد <applause> يتعلم بغ... يتبغدد العماره نفس الشيء العماره لغه طبعا <applause> هي لغة الأماكن يعني هي لغة فيه. الأماكن بناسا وأنا بشكرك اليوم يعني اليوم النماذج اللي أعطيتها على بساطتها كانت كتير عميقة بالتعبيرات الأفكار اللي انطرحت بمداخلتك ما, ما فيها ما يعني. فيها الاستعراض يعني م. ما فيها تعجرف انتبه يعني فكرة الحوش اللي أعطيته ايه فكرة <applause> الحوش اللي اعطيته كان واحد بيتخيل بركي ويعمل حوش شامي او بغدادي فطلع حوش كتير معاصر ممكن يكون بنيويورك يعني خليني لك بصراحه يعني ايه طبعا مثل العماره اللي انتجتوها بمكتبكم يعني انا اللي بيحترم هي التجربه ما بتمناها لانه زمنها الخمسينات والستينات غير اليوم <applause> ما فيني انا البعض يخطئ وبلش قارن شغلكم بهداك الوقت مثله كانه اليوم بالعكس تماما فانا انا تقديري انتم في ذاك الزمن انتجتوا عماره الطليق بان توضع في 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 اعظم عواصم العالم وان تبقى هي مجاريه لعصرها بباريس بلندن باي مكان ولكن تعرف انه هاي جاي من هذه الامكنه هاي عراقيه بس طليق في لندن فيك تعملها بباريس وخاصة تجربة مسابقتكم بالجامع تاع لندن. كان عم يحكيني رهيف فيرا بقول لك سلام. قال لي هذا من انجح الاعمال اللي قدموها بس ما اخذ الجائزة. جامع لندن. اللي قدموا بالمكتب الاستشاري قدمنا بلندن بمكتب ويا بلندن. كيفون. يا ويا كيفون. إيه. ماشي. يلا شكرا ماشي جزيلا استاذ حبيبي شكرا جزيلا آه. شكرا علي زهير عندك اسئله الله. بعد انا ما عندي شيء والله الكثير يعني. الكثير من الاسئله موجوده بالشات بوكس اذا عندكم مجال يعني اكون من عندها بعض اعتقد من طلبه لا تحب يعني نستعرض يلا سريعه اذا الوقت يسمح لك أيه. يعني. يعني راح اذكرهم بسرعه وباختصار سؤال من شهاب يقول في الوقت الراهن بوجود هيمنه الكمبيوتر والتكنولوجيا الحديثه العماره الى اين؟ انا عندي راي بالموضوع وكاتبه غيرت يعني موجود إيه. كاتبة كاتبة انا هذا علم وهذا علم اخر هذاك عماره اخرى وهذه عماره اخرى انا سميتها روبو تكتشر احنا اركتكتشر دولك اركتكتونيك وار احنا تكتونيك هم هناك روبو روبو تكتشر روحوا اشتغلوا بالحاسوب وابنوا بالحاسوب ولا بس لا تدعون الانسانيه لا تدعون الـ الـ الفروسيه ايش ما تريد روح سوي يا اخي انت مثل ما تسوي مرسيدس روح سوي بيت هسه المرسيدس كيف حتى الماكينه هسه ليه انت تروح؟ هسه ال3 دي يبني لك بيت ال3 دي بروجرام يبني لك بيت او يسوي لك هولوغون من دون استعمال رسم ولا استعمال ايده هولوغون على الطاوله يرويك البنايه مالك ويمشيك بداخلها ومن هالسوالف و... وسيارات روز رويز يحط لك ويلبسنا دشداشه حتى تصير بالمحليه شوف انه اول ما يسوي ده... بيرسبكتف للخليج يحط دشداشه أه. يعني واحد بالموصل بالمسابقه على النوري عاملين دشاديش لاهل الموصل دشاديش وتربيه هذا فهذا ما مو ما خصني منها انا انا دعشي على انسان يعني انا دعشي على الانسان انا ابني مع البشر ما عندي علاقه مع الحاسوب انا الحاسوب استعمل لاغراضي مثل ما اريد يسرع لي الشغل يعيد لي الشغل يعمل لي انواع اشكال بس ياخذ دماغي ابدا ياخذ تجربتي مستحيل انا شخص عندي هويه عندي من انا الحاسوب حاسوب واني شخص اخر هذا اذا ما تيجي من الفكر وتمر للقلب وتطلع لي للاصابع السكتش شفت انت هذا السكتش انا دغري حطيته تبع الكورت مال البيت اللي انا يعني مسويه في قبرص حطيت السكتش بيدي هذا بدايته هذه هي الفكره هذه كل الفكره لا. وكيف تنفذت؟ الفكر اخر الفكر خصوصي خاص بي من انا؟ ثق بنفسك يا اخي هذا انا يعني احكيها للجميع ثقوا انا من تجي بنيه قدام التيس تشرح لي اقول لها انت معماريه ولك يا عمي انت معماريه انت فحله لازم تكون ايه وهو يساء كيف نجحت؟ قوتها بجسارتها. نعم اكيد. و... وكناس ناس بالفاشوشي دايش هون بالجساره تبعهم. تعقيبا عليك تعليقكم استاذ الغالي بخصوص القلم والورقه وبدايتها رينزو بيانو على نفس النظره يقول لحد الان ما وجدت شيء تكنولوجي رغم هو مكتبه معروفه تكنولوجيا كم واحد يعرف يرسم من الخريجين نعم يعني ولا يقرون, لا. لا. ولا يقرون. لا. المشكله اكثر بالقراءه نعم نعم آه. القراءه وال وال يعني تفضلت حضرتك بجن العماره دائما اذكرها يعني للطلبه وللخريجين هاي فقدوها الكثير من الخريجين كثير من الطلبه بعدم زياره الموقع، الموقع يجي بال... حتى اللي يريد يصمم، يجي موقع اون لاين يشوفه بالجوجل ايرث وخلاص لا زياره الموقع جدا مهمه، يعني اتذكر استاذ صفاء محاضره القاها انه قال اذا ما تروح للمكان وتقعد تشرب من ابو الشاي وتقعد تاكل لفه وتقعد على الرصيف وتشوف الناس تجي ما تقدر تخمم. بالضبط بالضبط، شوف اخي زهير، يعني نعم. دائما اقولها من يسالوني استاذ انت سويت بناء وترسم وتصور زين وتكتب شلون؟ تدري جواب ايش كان يقول؟ شان اقول لهم انا معماري. لا انا معماري بس المفروض ما ما سويت شيء زياده انا انا معماري مم. يقول لي تكتب وترسم أي طبعا لانه معماري يعني مو غير شيء يعني. انا انا مو طبيب مم. انا معماري هذه كلها هي مقومات ان اكون معماريا يعني. نعم فهيك اريد حتى ننتج اكيد مثل ما تفضلت القراءه جدا مهمه للمعماري توسع المدارك وتخلي يعني قراءه كافة المجالات مو بمجال العماره يعني. نعم عندنا سؤال من اعتقد طالب فائز حسن جوستينشي اللي الحنين المفرط الى الماضي وترك العماره المعاصره التي وصل لها العالم كانت سبب بحدوث جزء من المشكله بالعماره العراقيه بحيث اصبح هناك تخبط بنتاج جات المعماريين بين مؤيد ومعارض بين من يقتبس جزء منها وبين من ينتفض عليها ويتعصر للعماره المعاصره بحيث وصلت اغلب ابنيه العراق الاداريه والثقافيه وغيرها لا وضع مزري وهزيل. يعني نكاد ان نقول انه عماره العراق المعاصره تخلو من العماره قبل خلوها من الهويه. حاليا نحن امام اكثر من مشكله سواء على الجانب الاقتصادي او السياسي من جهه ومن الجانب الثقافي من جهه اخرى. برايكم كيف يتم النهوض بهذا الواقع وما هي مقترحاتكم؟ طبعا اكو رد عليها من قبل الاستثمارين من المرسومي بس اكيد ردكم يعني يكون مختلف. اكو عماره بالعراق؟ صار عشرين سنة أكو عمارة بالعراق ما شفت أبدا ما شفت يعني أجيب لك مثلا صحن فاطمة نسميه عمارة تعرف الصحن فاطمة الاكستنشن مال الإمام علي نعم الجامعة. نعم نعم, نعم أو جامع الكوفة أجمل نعم اجمل ما كان بالعماره في العراق جامع الكوفه القديمة مقتل نعم. الامام علي هناك كان من اجمل ابنيه العراق كانت فتح درج بالوسط تنزل ومحراب ترابية محراب واقف, واقف فري ستاندينج على هيك دجه يعني الدراما اللي موجوده مقتل الامام علي كله قدامك كان راحوا وعدم بنوا وين عماره العراق؟ ما تقول لي هو عماره العراق اليوم هذه هذه البنايه اللي جنب الحيدر خانه جامع الحيدر خانه المزخرفه هذه العماره الحديثه لو المستوصف ابو العلا لو هذه البوابات مال بغداد كلها او الدور اللي انا رويتها عماره العراق انتهت من 2000 من الحصار من الثمانين من الثمانين يعني التسعين آخر بناية انتهت بعد لا بنت بناية ولا أكو عمارة ولا أكو 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 شعوذة يعني جوابي إلى الطالب شعوذة الـ البيت الـ ما ممكن يصير عمارة أبدا فأنا إيه ف... مع الأسف يعني هل هناك مقترحات يعني عامه والثقافه نعم. الثقافه عامه نعم. شباب لا الشباب عليكم يا اخوان يعني روح اقرا اقرا وروح نعم. لا توقف و... بسبب المعرفه ابتعد عن الجشع يا الله هسه كل ما افتح تلفزيون او شيء عراقي شو يحكون على الفلوس لا جاني المساعدة ولا أخذت مساعدة ويحكون هذا يأخذ راتب هالقد وذاك دا يأخذ 32 راتب وكل فلوس سعر الدولار يا عمي جشع هذا جشع تركوه روح على العلم جوع ما بيشي جوع وانت انظر على هذا الفقير اللي هل كان اللي بالزبل ده يعيش مليونين شلون تريد ان ندرس عماره ماذا ادري مليون ينطفل بالزبل ياخذ القوطيه مال التونه اذا بيها شيء حتى ياكلها انا هيك انا ما قبلت التكريم في بغداد بسبب هذا الاطفال ابدا ما اقبله ولا راح اقبل التكريم على شو تكرموني واني بلدي الشكل بكل شيء ما مسوي يعني كل شيء ما مسوي الكل يحكي لا لا مصيبة إحنا ف... لأنه بنيوية مصيبتنا بنيوية بالبنية ايه إذا ما نبدل البنية كاملة والتخلف التخلف يعني صار بدرجة من تسمع الكلام حتى اللغة تبدلت يا أخي اللغة إحنا داعش على البلاغة داعش على الوين. شاف الشعور المدهنة اللي شلونها طويلة وصارت جبال فوق الروس وأنواع أنا ما نحكي سياسة وما نحكي هي تقودنا بس هي العمارة أنا معاك والله يا دولة الطلاب الله يسعى ليش أقول لك أنا بس الطلاب يا الله يعطيكم العافية اذا الدرسون بيا اجواد الدرسون إيه والله يساعد اساتذتكم عليكم وهم عليهم إيه انت ايش دا يستلم هو الطالب الاستاذ ايش يستلم طالب ايش جاي شنو هي البنية اللي تجي تدخل عمارة لا سامعة شنو عمارة ولا تعرف آه بنتي راح تتخرج مهندسة هذه بس تعرف شنو هي العمارة تعرف ايش شمطل... مطلوب من البنت أن تكون معمارية ما عندها القاب ما عندنا العرف اللي ننتج احنا معمارية زينة قليل عندي كم واحدة أنا أحبهم وأشتغل وياهم وأملي فيهم عندي عندي أنا يعني جماعتي عندي في بغداد عندي كثير في أملي فيهم أعتبرهم قرايين زينين، فكرين زينين، يعرفون المهنه زين، اه موجودين بس على خير العام مثل ما كنا قبل لا ماكو. نعم ماكو ابني يعني عفو. هو حديث حديث ايضا يعني طويل في هذا المجال، اكو سؤال اخر يعني ما اعرف المهندسه مريم بخصوص يعني راح اختصر بخصوص مفهوم الظل والضوء بالعماره العراقيه كان تركيز على الإضاءة الطبيعية بدخولها من خلال الحوش مثل ما أتفضلت يعني المناطق خلينا الصالات وغيرها من داخل في التصميم الداخلي أثرها الآن اختفى تأثير هذا الشيء أصبح بوجود التكنولوجيا بس يعني وجود الإنارة يعني الغير طبيعية فهل هذا أثر على يعني على التصميم الداخلي او هل تفقد الجمال العفوي بسبب تكنولوجيا بالامكان اعاده احيائه كوننا معماري اليوم؟ آه سؤال مهم وكاتب عليه الى جامعه دمشق الى اخت ولاء ولاء اسمها بس اخذت دكتوراه يمكن كانت تنتج مجله اسمها 22 سألتني عن, عن سالتني عن موجودة سالتني عن الظل والظلال، شوف انا بالنسبة لي بالنسبة لي الظل والظلال والتضليل هذه كلها مفردات بغدادية عراقية شلون؟ عندنا الجو القارص الها الهارش مثل ما يقولون بالانجليزي اي قوي ساطع أه، الكونتراست تقدر تلعب انت به في الظل والظلال ها لإنتاج دراما شفت انت موسى الكاظم الاقواس هذا الظل والظلال اللاعب فالظل مو أه آه، شي يسموه آه، سبّة الظل بالعكس أنت إذا تفتهمين الظل والظلال وتتلعبين بقيمة جمالية هذه بغدادية واحدة من من التركة هاي لازم تعلمها وسبب أقول لك إنت الحوش هذا الحوش إذا مو نسب معينة مش يشتغل ما يشتغل يبدي يصير وخم ولا نسب معينة بحيث أنه يصير مثل ستاك افكت الهواء هي هو يجر يعني تفتح اي شباك بالطابق الارضي يبدي يصير مجرى مثل الشمني هذا شغله الكورت هذا شغله هذا فالظل والظلاء اورينتيشن بالعراق كلش مهم الاورينتيشن الجنوب الشرقي شو اي شويه مايل على الجنوب الشرقي هذا الامثل حتى تخلصين من حراره العصر بس الشروق الصبح يخش في الجو الجو فلازم ينحسب احنا بالاي عشان نحسبه بالضبط ايش قد البيتش نطلعها أكثر شيء البيتشا ماكو هذه المظلة تدري هاي البيتشا أنا استعملها شو تسوي في الظل والظلال في البيت يعني التصور من تيجي الشمس وعندك فتشي شيء أسود على الحائط لا شو كلها أنا استعملها فالظل في الظل والظلال كلش مهم وقيمة جمالية إضافية إنه في بيئتنا ضروري بس طبعا لازم الاورينتيشن مضبوط ها بحيث انه نقلل ولذلك احنا نستعمل كنا الجدران العاكسه ما ندخل الضوء دايركتلي ندخله بعد العكس لانه هو اشعاع اكثر من ضوء بس الضوء الخارجي واللعب بالظل والظلال مهم جدا جدا انا يعني بوقتها فصل ولا أيه. نعم أيه. والله يا ريت استاذ يعني الرابط المقاله يعني موجودة موجوده هي نعم. هوايه بها سؤال ممكن أيه. ممكن نعم ان شاء الله خير طبعا انا اعبر كلمات الشكر والتقدير والتحايا وتمنيات لك بالدوام الصحه أشكركم, أنا أشكر. اشكركم اشكركم بس اكو اسئله يعني ان شاء الله من طلبه هل من واجبنا من واجباتنا كمعماريين تقويم الذوق العام الهابط ككيان واحد في مختلف صوره؟ ما فهمت يعني اقصد كمعماريين احنا واجبنا نقوم الذوق العام تفضل الذوق هو بصوره عامه هابط وبالنتيجه عكس على المعماريين هل احنا دورنا كمعماريين ممكن نساعد بتقويم هذا الذوق العام؟ اي اكيد انت الرياده انت الرياده بيدك بالعكس انت المقاوم اللي هو حد انت الرياده بيدك ترى شباب التحرير كانوا يحطوا لي الصوره مالتي استاذ التويانة، وبعثوا لي علم وبعثوا لي لا انت الرياده بيدك انت الـ انت تقوم الدنيا لانه انت تفهم الناس انت بس لازم انت تتصرف هذا ليش دا أقول لك؟ يعني روت التصرف المعماري بالبداية، لازم إحنا همينا، ايه؟, إيه. يعني أكو سؤال كان، يمكن أحد الإخوان سأل هل ممكن يعني من الممكن إرشادنا لكتب كتب معينة لقراءتها؟ اقرا التعريفات للجرجاني. تعريفات للجرجاني. للجرجاني كلش مهم. يعني نعم. انا كتبتها بالشات بوكس حتى البقية يقروا، أه سؤال آخر من مجد يعني كل التقدير للمهندس من قدير أولاً ثانياً أريد أن أسأل عن كيفية إثراء مداركنا حتى نصبح قادرين على فك شفرات العمارة العربية ونصبح قادرين على فهم مسببات هذه التصاميم ولا نصبح مقلدين وناسخين كما تفضلت مجد العبد الله طالب عماره. <applause> اريد ان اسال عن كيفيه اثراء مداركنا حتى نصبح قادرين على فك شفرات العماره العربيه ونصبح قادرين على فهم مسببات هذه التصاميم ولا نصبح مقلدين وناسخين كما تفضلت. مكتبات <applause> <applause> تسعين بالمئة من وقتكم يا إخوان يا أخوات مكتبة ترى القراءة فد بلجر فد نعمة من الله أي وموجودة مكتباتنا عامرة شارعنا المتنبي عامر يعني كل كنا نقرأ إحنا صغار أنا قاري من عمري عشر سنين في كل شيء موجودة وموجود هواية قراءة ثم القراءة الله يخليكم الانترنت والايباد ما يفيد هذه مو قراءة هذه قراءة مصيوغة للراقب الطيارة مو القاعد يفكر هذا بالتأكيد قراءة ثم القراءة ما تقدرون كنت ارد اقولكم السفر على الاقل سافروا بالعراق روح النمرود روح للوركه روح الى كربلاء والنجف روح الى الخيضر روح الى شيخ متي كنائس العراقيه كلها هذه كلها استوعبها هائله صرع. اذا تروح ما ماديه كافي شوف البيئة شوف الأنواع أشكال بصرة أبو الخصيب كلها هذه كلها كلها كنوز هذا غير الهوار هذا العراق هائل هائل ما كوي بلد بالدنيا ترى ولو أني صار لي 32 سنة ما يواصل لي صور 33 سنة يا yeah. والله الأستاذ ما أعرف أنا قاربنا على ثلاث ساعات تعبناك بس يمكن هذا السؤال الأخير حتى نختم إذا عندكم مجال يعني أكيد أه. لا يثق أحد الإخوان سأل أحمد أستاذ أحمد ممكن توضيح لي هذه المقولة لا يثقف لا يثقف الذوق إلا بالفن إلا بال بالفن يمكن أنت ذكرتها قبل شوية لا يثقف الذوق إلا بالفن بالفن نعم فرد الفن فن فن ارت تشوفوا ما تقدر تفرق القيم الجماليه ما تقدر تفرقها تفرقها بالميديا تفرقها بالواسطه التعبير يعني الشعر مو فن المسرح مو فن بس واسطه التغيير كلها التحضر التمدن لازم ليش يسموها ثقافه ليش متوحده يعني ما يصير الموسيقى المسرح الفن الرسم كل هذا سوى حتى تخلق اماره كلها ما احنا ما ماخذيها جديه دا لكنه راح يتخرج مهندس وياخذ فلوس ويمشي يبني ويمشي ايش تبني اي مو هي المشكله انت ايش تبني مو انت تشوه ماذا تبني اذا انت ما تعرف ايش تصير على كل لا لا قرايه 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 بس قرايه ما عندكم غير شيء وزيارات المنطقه زيارات المنطقه كلها خوش حبيبي شكرا جزيلا سعد عزيز وثلاث يعني ساعات كانت ممتعه لا لا ودليل شكرا. على انه إن الحاضرين يعني ان شاء الله ان شاء الله لانه انا احكي اكيدا إيه. لا لا بالعكس فدتنا ثلاث ساعات يعني يمكن مرت سريعه واعتقد يمكن الحديث اللي تفضلت يمكن يمكن واحده يمده الى اكثر من اسابيع يعني ثلاث ساعات غيره. قبل اسبوعين ثلاث ساعات نعم ونص نعم. و50 دقيقه <applause> ما ينتهي نتمنى لكم دوام الصحه والعافيه وتشوفون الحلقه اللطفية لطفيه الدليمي تقول الحكاي نعم يعني. والمعماري حكاي دائما المعماري لازم يكون حكاي عدة تجارب أوه. لازم ينقلها شكرا حبيبي شكرا, شكرا, شكرا. جزيلا استاذنا العزيز شكراً لك يعني ليله سعيده شكرا دوام الصحه شكرا لجميع الحاضرين شكرا لبيم عربيه الحياه باي باي مع السلامه الحاضرين موجود اكو حضور اذا ويحبون يسجلون لاجل الشهادات